لضيوف الكرام محللي قناة النادي الأهلي لمباراة كرة السلة في آخر ختام أو في ختام الدور الأول من المرحلة الترتيبية ما بين الأهلي والزمالك. بداية أحداث اللقاء ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد وليس الزمالك والحيازة الأهلوية. ومعايا هنا في كابينة التعليق كابتننا الكبير كابتن هيثم. مساء الخير يا كابتن هيثم ومنورني في كابينة التعليق. مساء الخير يا كابتن أحمد ومساء الخير على السادة المشاهدين. نتمناها مباراة النهاردة في الفنيات عالية. وولتر هودج لسه سامعني وحاطط الكرة بشماله كده حلوة. أولى نقاط النادي الأهلي عن طريق وولتر هودج. وأقول لحضراتكم دلوقتي تشكيل نادي الاهلي ونادي الاتحاد اللي استعرضه كابتن هيثم مع ضيوف الكرام. لكن نبدا احداث المباراه عن طريق رامي ابراهيم الحيازه لصالح نادي الاتحاد. زون ديفنس نادي الاهلي. كندل لانس اسامه على الميديم بيلف لكن سليسا كان يحتسبها الكابتن محمود حكمنا النهارده. يمكن يا كابتن اللعبه اللي فاتت دي يمكن نادي الاتحاد لجأ لان هو يلعب هايلو حاول يلعب من انس اسامه يديها رامي ابراهيم بس الحقيقه رامي ما عرفش يلف باللي وراه فيعني اضطر يرجع الكره تاني فتحسب الثلاث ثواني. بالظبط يا كابتن هيثم وبرده بيخلق اوبشن تاني على السايد تاني بيرحل الملعب في سايد معين ويفضي على 3 بوينت اللي اتكلمتوا حضراتكم فيها. دي واحده من اهم اسلحه نادي الاتحاد. وادي فاست بريك. كندر بيطلع كيك اوت لفوده. فوده اولى الثلاثيات لا يسجل. رامي ابراهيم على السكند شوت ما ينجح يلم مره تانيه لكن والتر هودج على طول بينجح فيه الستيل. يبدا الهجمه والتر على الميديم والتر شوت لكن ما بينجحش في التسجيل يلم على طول رامي يبدا عن طريق مصطفى عصام فوده. زون ما زال نادي الاهلي الزون 2 3 فوده يسلم لكندل. كندل ياخد السكرين البيك اند رول مع انس اسامه لقى الطريق فاضي راح بالبيك اند رول وينجح في تسجيل اولى نقاط نادي الاتحاد لتتعادل الفرقتين 2-2. ايهاب امين والتر هودج احمد اسماعيل عمرو الجندي ده خماسي نادي الاهلي مان تو مان نادي الاتحاد معهم ابو النصر. الكيك اوت لابو النصر لعمرو الجندي اولى ثلاثيات عمرو لكن لا يسجل. انس اسامه من اعلى نقطه. يبدا نادي الاتحاد النهارده يا كابتن يمكن النادي الاتحاد بادئ مان تو مان ونادي الاهلي بادئ زون ديفنس وبيجري على الفاست بريك. التوفيق النهارده للي هيجيب 3 بونت اكتر يمكن النهارده هو دي اللي هتفتح الملعب يا كابتن. بالظبط يا كابتن هيثم. وادي ثلاثيه ليوسف شحاته وادي خطا شخصي وفاول على مصطفى عصام فوده. تشكيل نادي الاتحاد الستارت لاين اب مصطفى عصام فوده هيثم او عفوا مش هيثم كمان رامي ابراهيم وانس اسامه ويوسف شحاته وفي الاخير كندل المحترف الامريكي. ايهاب امين ياخد السكرين مع احمد اسماعيل بيك اند رول لكن هنا في ايه؟ في فاول ولا ترافلين ده اللي هنشوفه دلوقتي. احمد يمكن اسماعيل يمكن شوشه استناه تحت يوسف شحاته استناه تحت الحلقه عشان ياخد فاول مهاجم. بص يا كابتن ولكن هو بجنبه ما وقفش بصدره فيمكن هو ده خطأ شخصي على يوسف. تو شوتس على طول ليه؟ احمد اسماعيل على الفري ثرو الاول اسماعيل لا يسجل. النهارده الفاول شوت مهم جدا يا كابتن لانه الحقيقه انت على ملعبك فلازم النهارده كل كوره مهمه. مباراه الاتحاد بتخلص يعني مباراه بتبقى كلوز جيم فكل نقطه النهارده مهمه. بالظبط يا كابتن. احمد اسماعيل على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. يبدا الهجمه نادي الاتحاد عن طريق مصطفى عصام فوده. 7 دقائق 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. كندل ليه؟ انس اسامه. انس لا الطريق فاضي لازم هنا يطلع احمد اسماعيل بيروح على الميديم شوت واولى نقاط انس اسامه في التسجيل. النهارده يعني عمر طارق ساقط شويه على انس لان انس مش من ضمن اسلحته الشوط بس انس شاط النهارده وجاب يعني انس بيشوط دلوقتي بيجيب يمكن احمد اسماعيل ساقط شويه عنه على اساس ان نسبته اقل شويه يا كابتن. وادي والتر هودج بالفيدوي ينجح في تسجيل نقطتين يرد على طول سريعا على انس اسامه. كندل من الاتحاد لا زال الاهلي والكوتش او السنيور اوجوستي يدافع عن طريق الزون ديفنس 2 3. كندل ينجح في تسجيل ميديم شوت بنقطتين. والتر هودج يبدا الهجمه مان تو مان لا زال نادي الاتحاد. وادي باد باس كده من والتر هودج لعمرو الجندي وفي الاخير اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. تقدم نادي الاتحاد بفارق نقطه 6 5 لصالحه. 6 دقائق 59 ثانيه على احداث الكوارتر الاول. كندل ياخد سكرين من انس اسامه لمصطفى عصام فوده في البيز لاين ليوسف شحاته على الهاي او الهاي بوست يشوط رامي ابراهيم لكن لا يسجل. يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق ايهاب امين. ايهاب يقلب الملعب لابو النصر يستنى السكرين من احمد اسماعيل عمل سكرين فعلا ابو النصر في البنتريشن
لسه مرة تانية السكرين في البيك اند رول هوش راح وصل نجح في تسجيل 2 بوينت ولا اروع من ابو النصر. خد بيك وريبك يعني خد سكرينه ورجع خدها تاني من احمد اسماعيل وده اللي عمل خرخله في الدفاع فتح بيه الملعب قدر يخش. وحاجه تانيه ان هو وصل لغايه الباسكت طالما انس اسامه ما جالوش خلاص راح ولعب. انس اسامه كيك اوت والباد باس دفاع قوي من احمد اسماعيل والكوسينيورو جوستي بيشجع لعيبته. تغيير في صفوف هنشوف في صفوف الاتحاد رامي ابراهيم يخرج وينزل يوسف هنا شيشة. تغيير يا كابتن يعني فنيا لا هيلعب كده باربع لعيبه قصيرين نادي الاتحاد اربع لعيبه جردات وسنتر واحد انس يمكن ده اللي كنا بنقوله مع يعني ضيوفي ان في فرق كتيره دلوقتي بتلجا انها تلعب باربعه صارينا كابتن في نفس الوقت ينجح ان هو يوقف دفاعات النادي الاهلي عن طريق عمرو الجندي لان عمرو الجندي عندي اوبشن زي ما حضرتك قلت في 3 و4 ان هو يقدر يطلع بره ويقدر يلعب تحت انزل له شوشه بالظبط انزل له شوشه. انا بس عايز اعلق على الكوره دي يا كابتن. بص هنا الكره دي بتتلعب انت ما بتبقاش شايف الحلقه يعني وهو بيلعب وولتر مش شايف الحلقه بالزبط. بيلعبها بالسنس فده دليل انه لعيب سنسه عالي جدا. تايم اوت دلوقتي تايم اوت دلوقتي للكوتش هندريك رودل استعرض مع حضراتكم كده تشكيل الفرقتين عمرو زهران مؤمن خيري ايهاب امين عمرو الجندي مروان سرحان كريم حاتم احمد مهيب والتر هوج احمد اسماعيل محمد ابو النصر عبد الله ناصر عمر طارق القياده الفنيه للسنيور جوستي جول بيبوش ومساعدات كابتن احمد الجرحي وكابتن رامي الدياصلي مديرا اداريا هو الكابتن طارق الغنام و اداريا الدكتور اقول لحضراتكم على اسمه على طول دلوقتي دي بس دي اللي لازم يبقى عارف بس خليني اقول لك يا كابتن احمد انه وليد الخراط خليني اقول لحضرتك انه يعني فنيا كده الشوط الاول حتى الان بعد مرور تقريبا اربع دقائق النادي الاهلي بيلعب زون ديفنس وضاغط على اللي معاه الكوره يعني مش زون واقف لا اللي معاه الكوره مضغوط عليه ساجل زي واللي معاه الكوره مضغوط عليه والاربعه التانيين بيدافعوا دفاع منطقه عشان يقلل من الايه من الثلاثه ده برضه خد بالك يا كابتن هيثم دي النهارده المباراه الرابعه لهذا الموسم ما بين الاهلي والاتحاد مباراتين في دوري المرتبط ثم مباراه دوري السوبر لازم تكتمل ونتمنى الشفاء طبعا لاخونا اسلام ودي المباراه الرابعه في المرحله الترتيبيه فلما زال اوجوستي او السنور اوجوستي والهير هندريك رودل بيتحسسوا طرق لعب الفرق الاخرى كل واحد بيتحسس يشوف هو طريقته ايه بيفكر ازاي عايز يبتدي وضع طبيعي يحفظه وضع وده طبيعي. ده اللي موجود هل نادي الاتحاد هيفضل بعد التايم اوت على مان تو مان ده اللي هنشوفه ده اللي هنشوفه دلوقتي لكن خلينا مع المباراه مصطفى صنفوده لم يجري هندريك رودل اي تغيير ولم يجري للسنيور اوجوستي نفس اللعبه هنا بيشوط المحترف الامريكي كيندل داكس ميديم شوت لكن ما بينجحش في التسجيل عمرو الجندي يبدا الهجمه سكرين وبيك سكرين لوالتر هوج لا ما استلمش ابو النصر 1 ان 1 ابو النصر مع كيندل كيندل طلع كيك اوت لاسماعيل اسماعيل على 3 بوينت لكن لا يسجل يلم كيندل لا يلم الشوشه يبدا الهجمه على طول عن طريق يوسف شحاته طلع لانس اسامه انس يوسف شحاته في البيز لاين يشوط يوسف بول. شحاته واول الثلاثيات في احداث اللقاء بعد ثلاث محاولات من نادي الاتحاد ينجح في يوسف شحاته في تسجيل الاول سلاح مهم جدا الاتحاد الاسكندري 3 بونت كابتن احمد ودايما بيعتمد عليه يوسف دايما بيحط يمكن في كل ماتش 4 او 5 ثلاثيات اتصور انه مهم جدا يدافع عليه بشكل جيد بالظبط احمد اسماعيل يلعب واحد على واحد لكن لا يسجل وهنا في فاول اعتقد هنا على كيندل لدفعه محمد ابو النصر كيندل ديكس الامريكي لدفعه ابو النصر بتهيألي اللي دفعه كابتن يوسف يوسف هو اللي دفعه يوسف شوشه لا يوسف شوشه يوسف شوشه في العاده يوسف شوشه عفوا يوسف شحاته يوسف شحاته اللي زقه لانه هو كان بيحاول يعمل بوكس اوت اوتسايد للنادي الاهلي تغيير يوسف شحاته يخرج تهيألي التغيير ده كانوا ميدو طه يوسف عندك يعني بتهيألي يوسف عامل 2 فاول اتصور انه عامل 2 فاول ده الفاول الثاني فعلا يا كابتن عشان كده اضطر يسحب بالظبط كده كده فاولين على النادي الاتحاد حلو 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 ويحط سجل نقطتين يجعل النتيجة الاتحاد 9 الاهلي 11 تقدم النادي الاهلي على نادي الاتحاد بفارق نقطتين ما زال السنيور اوجوستي طريق دفاعاته زون ديفنس 2-3 هنا انس اسامة على الهاي بوست حاول يلعب واحد على واحد يلف ويرتكز ويروح وينجح في تسجيل 2 بوينت لازم هنا احمد اسماعيل يقابل من بدري شويه لازم المساحه اللي سايبها الانس ما يسيبلوش المساحه دي عشان يعيش بالظبط ايهاب امين ايهاب قطع له اسماعيل يروح اسماعيل وهنا في فاول على كيندل ديكسل كيندل يرتكب خطا شخصي وثلاث اخطاء فاولات على نادي الاتحاد السكندري
النهارده النادي الاهلي يا كابتن يعني بشكل كبير بيعتمد على البيكام درول ودي ناجحه بشكل كبير مع النادي الاتحاد، خاصه لما بناخد انس اسامه بره بيبقى تحت الحلقه فاضي. ده حقيقه كابتن. لا يسجل احمد اسماعيل. يجلي الثانيه واحنا محتاجين الفاول شوت الحقيقه. ثلاثة فاول شوت احمد جلاهم أربعة ثلاثة نجح في تسجيل واحدة أو عفوا أربعة نجح في تسجيل واحدة من أصل أربعة. كيندل داكس ليه أنس أسامة يعمل بنتريشن يروح تخبط فيه هو ده أوتسايد. هو ده شوف ما اداش بالظبط ما ادالوش مساحة خلاص ما قدرش يوصل للحلقة وهو كان مستر جوست بيقول له ما تدلوش مساحة وهو نفس اللي احنا قلنا أنا واضحة لما اداله مساحة أنس لعيب كويس بيخش إيده عالية تدلوش مساحة اوتسايد لصالح نادي الاهلي وتغيير دولا للي ما كانش يعرف او اللي متابع دولا تمت اصابته بسبرين انكل في مباراه الزمالك لكن الجهاز الطبي قدر ان هو يخليه يلحق هذه المباراه احنا عرفنا بالظبط التشكيل قبل بدايه المباراه بثواني ان دولا هيبدا يلعب بدا بضغطه المعتاد على والتر هودج اللي دايما بنشوفه بالظبط والتر هودج درايف والتر راح والتر ما سجلش لكن فولو من احمد اسماعيل بنقطتين على طول ينجح في تسجيلهم اسماعيل دولا يبدا المباراه يبدا الهجمه دولا ياخذ سكرين لكندل داكس كندل من الميدل يتسلم لدولا دولا على الثري بوينت لا يسجل يلم على طول لكن اوتسايد لانها لمست فوق 24 ثانيه بس ارجع اقول برده يا كابتن بيك اند رول ناجح حتى الان يعني النادي الاهلي لو كتر من البيك اند رول اتصور انه هيبقى عنده حلول هجوميه مع التركيز في الدفاع طبعا مع زياده الفاست بريك ايهاب امين يسلم لوالتر هوج والتر هوج واحد على واحد يطلع بشماله السيمي هوك ولا اروع رائع والتر هوج النهارده في البنتريشن وفي ال1 ان 1 تحت الباص هنا في مباراه ما بين والتر هوج ودولا يمكن واضحه واضحه جدا النهارده لانه زي ما قلت لك دايما بيبقى ليه طه بنتريشن روعه لكن هنا في فاول اعتقد هنا الفاول على احمد اسماعيل يا كوتش بتهيألي يعني يمكن في هيبقى رميتين بس هنا زي ما شايفين في المباراه في ثنائيات يعني النهارده في عندك انس واحمد اسماعيل في الملعب عندك شوشه وعمرو الجندي هو النهارده لان والتر لما حط الباسكت حمس والتر هوج ودولا لان هو الحقيقه حتى والتر هوج حاول ياخد من دولا فاول او اثنين لانه بالحل ده او بالطريقه دي يقدر يحد من خطوره او ضغط صحيح لعب لازم كل لعيب يوقف مفتاح اللعب اللي بيتولى رقابته ميدو طه على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل اولى الرميات الحره او الفري ثرو اللي ينجح الاتحاد في تسجيلها والنتيجه تتسع الى فرق 3 نقاط للصالح النادي الاهلي ثاني الفري ثرو ينجح ايضا في تسجيلهم ميدو طه حتى الان يمكن الاتحاد السكندري ناجح بشكل اكبر منا على الرميات الحره بس لسه المباراه طويله بس هنا في بقى ذوق في بريس طول الملعب البريسنج اللي معتاد عليه نادي الاتحاد واحد اثنين اثنين عمرو الجندي باصه كده رائعه لاحمد اسماعيل لايهاب امين عمرو الجندي درايف عمرو الجندي لكن هنا في ايه اوفنسيف فاول حقيقي هنا شوشه ارى ان عمرو الجندي هيعمل سبين موف وقفله في الحته اللي هو هيلف منها وخد التشارج واضح سارج يعني يمكن يعني اوفنسيف فاول كان واضح وصفر الحكم عليه ولكن هنا انا عايز اشير للبريس اللي عمله نادي الاتحاد ضغط بانس اسامه من قدام واحد اثنين اثنين ده قلل شويه من او الهدف منه هو تقليل سرعه او يخلي البوينت جارد في نادي الاهلي ما يشوفش الملعب ويمكن هم عملوها مره واحده هل هيعملها تاني ده اللي هنشوفه اثناء المباراه وفي حوار يا كابتن احمد حوار مع مستر كابتن مروان فتيحه والسينور اوجوستي اعتراضا على على الفاول السابق لكن خلينا مع المباراه دولا يسلم لمصطفى حسن فوده سكرين من انس اسامه فوده يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لشوشه شوشه من البيس لاين يحاول يعدي يطلع كيك اوت هنا لدولا دولا على 3 بوينت لا يسجل لكن هنا في ايه في خطا وفاول على احمد اسماعيل بس انا هنا الفاول ده عندي تعليق بس يا كابتن ان هو بظهره احمد اسماعيل ما يقدرش يعمل الفاول ده انا بتهيألي يعني لو الاعاده لا يعني الفاول ده محتاج اعاده ثانيه نقدر نتاكد بس هو احمد اسماعيل كان بيعمل بوكس اوت البوكس اوت ما فيهوش فاول ولكن ارتكابه خطاين شخصيين السينيور اوجوستي يديل على طول يعني ويجيب مكانه عمر طارق يعني بص يا كابتن احمد اسماعيل تاني لا ما كملتش خلينا معانا دولا يسلم لمصطفى عصام فوده لدولا مره ثانيه انس اسامه بصات سريعه من الاتحاد تنتهي في البيز لاين عند يوسف شوشه لكن لا ينجح في التسجيل اوجوست والتر هودج ديفنسيف ريباوند
هنا الاتحاد السكندري ما زال 3 بونت هي الحل الاول ليه او الاوبشن الاول. وادي درايف روعه من ايهاب امين يشمله تسجيل 2 بوينت ولا اروع من ايهاب امين. السوبر ماريو ايهاب البوب ايهاب امين ينجح في تسجيل 2 بوينت. دولا هنا مقابله من عمر طارق لانس وسامل. دولا مره ثانيه حاول يعمل البنتريشن من الميدل يطلع كيك اوت، لكن هنا في ايه؟ هنا في فاول. هل الفاول على والتر هودج؟ هو اللي رفع ايده، والتر هودج هو من ارتكب هذا الفاول. بيبو يخرج ينزل من نادي الاتحاد ويخرج مكانه انس اسامه. تغييره لمقابله عمر طارق. باكزون؟ لا مش باكزون، مش باكزون. هي لمست لحقها. ميدو طاهر او عفوا دولا هو لحقها. وادي تغيير تاني بجرين نادي الاهلي، يخرج ابو النصر وينزل عمرو زهران. ولا هل هو هيقابل بقى هنا واحد من الاثنين؟ عمرو زهران في الزون ديفنس 2-3، هيقابل كندل عمر عليه او يقابل يوسف شوشه لان هو بيستخدم البيز لاين على ستريك بوينت. هو عمرو زهران نزل لعب 3 مكان ابو النصر ولعب في الزون تحت بالظبط كده. في تكنيكال فاول دلوقتي على نادي الاتحاد، اعتقد ان هو تكنيكال فاول اتباع على نادي الاتحاد. كابتن على البنش، كابتن محمود ابراهيم هو اللي بيعطي التكنيكال فاول. تبقى راميه وترجع الكره تاني للاتحاد السكندري بالظبط، بيسددها والتر هودج لان هو يمكن اعلى نسبه في الفريق حتى الان. والتر هودج ينجح فعلا في التسجيل. 5 محاولات النادي الاهلي على الفري ثرو ينجح في تسجيل محاولتين، اما نادي الاتحاد محاولتين على الفري ثرو ينجح في تسجيلهم. هنا النسبه 100% نادي الاتحاد و40% للنادي الاهلي. محتاجين نركز شويه في النادي الاهلي على الرميات الحره، ده سلاح مهم جدا جدا. طبعا اخر دقيقه 49 ثانيه وحوار ما بين كوتش هنريك رودل والكابتن محمود ابراهيم. نعود تاني مره الملعب. كندل داكس، كندل راح له بيبو بالسكرين، كندل يقف ويرتكز ويسلم لدولا مع والتر هودج. والتر هودج وادي ال 24 ثانية كانت هي الأسرع جود ديفنس طبعا من النادي الأهلي تجاه نادي الاتحاد. تقول الكرة على طول إلى صالح النادي الأهلي وتقدم النادي الأهلي بفارق 5 نقاط على نادي الاتحاد 18-13. والتر هودج ودولا ثنائية هنشوفها هي الأقوى في الثنائيات حتى هذه اللحظة. هنا والتر هودج بيحاول يلعب بوست اب على دولا عشان ياخد منه فاول أو اتنين. وادي اسيست روعة الروعة، لكن فاول على طول يرتكبه دولا لاعب نادي الاتحاد. اسيست جميل من ايهاب امين لعمرو الجندي ينجح فيه ان هو يقبل الهديه وياخد فاول. بس الحلوه يا كابتن من الباصه دي ان عمرو زهران شاف الديفنس غافل عنه، فلازم لازم بالظبط لازم نعلمها قطع من البيز لاين ان انا يبقى عندي فيجن ان انا اشوف الديفنس بتاعي. اقرا الملعب، لا الملعب مش بيبص له او الديفنس مديله ظهره قطع. برضه استمرار لاهدار الرميات الحره للاسف لا يسجل الاولى الفري ثرو الاول. لا يسجل الثانيه، سكند شوت على طول عند عمر طارق. وادي اوت سايد تخبط في رجله كده. هنا الكابتن محمود بيقول انها اوت سايد للاهلي والكابتن هشام اشرف بيقول انها اوت سايد للاتحاد. كابتن محمود ابراهيم هو الحكم هو الاول، هو الحكم الاول فعلا، فقرره هو اللي هيمشي. 3 ثواني 12 ثانيه هو بيقول لهم الخطه رقم 3. خرج والتر هودج ونزل كريم حاتم. عمرو الجندي يستلم، فاضل 9 ثواني على الهدف. درايف عمرو، درايف يطلع الكيك اوت لعمرو زهران. عمرو بنتريشر ولا اروع، كيك اوت لكريم حاتم لايهاب امين. ايهاب امين على 3 بوينت لكن لا يسجل. ديفنسيف ريباوند على طول من يوسف شوشه، يبدا الهجمه يوسف يسلم لدولا. دولا لسه دولا مع الكوره، يسلم ميدو طه. ميدو طه لبيبو. هنا زي ما قلت لحضرتك عمرو الجندي، عمرو زهران هو اللي هيلعب ناحيه يوسف شوشه. وادي ميدو طه على 3 بوينت، لا مش 3 بوينت 2 بوينت، لكن في وسط غفله دفاعيه كده دولا ينجح بسماتش فولي انه يسجل نقطتين من فولو لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين ياخد السكرين من عمر طارق. ايهاب لسه، ايهاب مع الكوره يسلم لعمر طارق في الميس ماتش. عمر يلف ويرتكز يطلع للكيك اوت، لكن في هنا 3 ثواني يحسبهم الكابتن محمود ابراهيم. هنا كان لازم يا كابتن هيثم يروح باقصى حاجه في ميس ماتش لازم يستغله. بص يا كابتن، هو انا شايف يعني دلوقتي يمكن الاتحاد نجح بشكل كبير انه يقفل المساحات على النادي الاهلي. يمكن الضغط اللي على اللعيبه فوق صعب المهم على النادي الاهلي، ولكن حتى الان تفوق اهلاوي 18-15.
وادي تحت الباسكت كده لك الباصه كانت قويه من ميدو طه ليوسف شوشة تطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 15 18 14 ثانيه لصالح على انتهاء احداث الكوارتر الاول. ضغط نادي الاتحاد، كريم حاتم حاول يعدي، لسه كريم حاتم اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، 6 ثواني لازم هنا الاهلي يفنش. وادي عن طريق ايهاب امين لكن لا ينجح في التسجيل عشان لا لسه كره خبطت فوق، فاضل ثانيه واربع اجزاء من الثانيه، ثانيه واربع من 10 اجزاء. صعبه يا كابتن تليجي باسكت، يعني دي محتاجه لونج باس. قطع عمرو سهران، اتبقى جزء من الثانيه. صعب 1.4 من 10 تلعب الكره تحت الحلقه، لا انت تلعبها لونج باس انت وحظك، انما تلعبها تحت حلقتك لا صعب خلاص. تاتش بوك ياسر صالح اللي نزل وشاط، لكن تاتي معها صفاره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 18-15. احصائيات سريعه كده ما بين احداث الشوط الاول والثاني. النادي الاهلي كابتن هيثم، النادي الاهلي على 3 بوينت محاولتين لم ينجح في تسجيلهم، اما نادي الاتحاد 5 محاولات. هنرجع بعد الفاصل نبلغ حضراتكم باحداث الكوارتر. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين والحيازه التبادليه لصالح نادي الاتحاد، واولى الاخطاء الشخصيه على عمر طارق لاعب النادي الاهلي. الحيازه لنادي الاتحاد والخطا على عمر طارق لصالح احمد ابو العلا بيبو، 2 شوتس لصالح ابو العلا بيبو. كريم حاتم، عمرو زهران، عمرو الجندي، عمر طارق وايهاب امين، ده خماسي النادي الاهلي. لا يسجل احمد ابو العلا بيبو. ياسر صالح، احمد ابو العلا بيبو، يوسف شوشه، دولا ومصطفى وميدو طه، ده خماسي نادي الاتحاد. نجح بيبو في تسجيل الفري ثرو الثاني، وايهاب امين يتم تبديله بابو النصر، والحيازه للنادي الاهلي والضغط لصالح نادي الاتحاد. من بدايه الملعب يعني هو ضاغطين من اول الملعب، يمكن ضغط مان تو مان قوي، كل لاعب بقى لاعب من اول الملعب، وده يمكن بيحاول بطريقه او اخرى ان هو يضيع وقت او نص الملعب. وادي فاول وخطا شخصي وترن اوفر على كريم حاتم، يخطف منه كده يعمل الستيل دولا، وتغيير في صفوف الاتحاد، يخرج شوشه وينزل هيثم كمال. ما زال النادي الاهلي بالزون ديفنس. لا هنا النادي الاتحاد لعب اثنين سناتر، هيثم وبيبو. يستغل هنا الاوفنس تجاه عمر طارق. عمر طارق بيرد، وادي دولا بيطلع كيك اوت لهيثم كمال، واستغلال الثري بوينت لهيثم لكن لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند اروع من عمرو زهران. وادي درايف وابو النصر على الاوبن شوت لكن لا يسجل، يلم على طول مصطفى ميدو طه، يسلم لدولا، دولا يبدا الهجمه، دولا لميدو طه على 3 بوينت لكن قرر ان هو يعمل بنتريشن، طلع كيك اوت لبيبو، بيبو على 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط يعادل النتيجه الى تقدم اول للاتحاد بفارق نقطه 19-18. ضغط نادي الاتحاد من اول الملعب كعادته. النهارده نادي الاتحاد بيشوط فاضي، النهارده كورتين حتى اللي جلها هيثم كمال كان فاضي، نادي الاتحاد بدا يفضى تاني على 3 بوينت بشكل كبير، وده اللي ادى نسبه عاليه للاتحاد دلوقتي. وادي درايف ولا اروع من عمرو زهران بعد ما صلح الكوره كده، كانت اتخطفت من كريم حاتم، لسه ناقص الخبره متواجد عند كريم حاتم، لكن خلينا مع المباراه مره ثانيه. ميدو طه يقابله هنا عمر طارق، يرد ثاني مع بيبو، وادي ميدو طه، وادي فاول، وعمرو زهران يرتكب فاول. عمرو زهران يرتكب خطا شخصي، 3 فاولات للنادي على النادي الاهلي في اقل من دقيقه ونص تقريبا. 3 فاولات ده يخلي نادي الاتحاد يشوط بدري يا كابتن. بالظبط. وما زال النادي الاهلي بيلعب زون ديفنس من اول المباراه. ميدو طه على 3 بوينت اوبن شوت ينجح في تسجيل الثلاثيه الثانيه من اصل 3 محاولات لصالح نادي الاتحاد. وسع الفارق الى نقطتين لصالح نادي الاتحاد 22-20. كريم حاتم لعمرو زهران، هل سنرى ونشهد عوده والتر هوج مره ثانيه؟ عمرو الجندي مع ياسر صالح، درايف عمرو من البيز لاين، يسلم لعمرو زهران، كريم حاتم من البيز لاين لكن اير بول لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق ميدو طه. ميدو كريم حاتم هايل ستيل وبيروح وبيوصل لا هنا تتحسب ولا ما تتحسبش؟ لا ما تتحسبش يا كابتن، لعبت على الحلقة ما تتحسبش. طلعها بيبو ويسلم ياسر صالح، ياسر يعمل الدرايف، حجزه بيبو كويس قوي، لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على التاني. عمر طارق، الفاول الثاني على عمر طارق.
كده هيضطر مستر اجوستي يسحبه لان فاولين بدري جدا جدا عمر طارق. بس جداً انا شايف الكوارتر الثاني يعني النهارده عمر حاتم قطع جودي ستيل وراح، ولكن عشان شاف بيبو يعني حط الكره بقلق شويه جلت. فالنهارده احنا عندنا احمد اسماعيل 2 فاول وعمر طارق 2 فاول. عندنا النهارده ممكن نخش في فاول ترابل، عبد الله ناصر ممكن يبقى له دور الفتره اللي جايه في المباراه، سرحان ممكن ايضا يبقى له دور. اعتقد ان انا يعني في تغيير في حوار تاني، فاول على عمر طارق واربع فاولات على النادي الاهلي في خلال دقيقتين ونص. يعني معنى كده ان انت اي خطا شخصي او فاول على النادي الاهلي برميتين حرتين خرج. لا والله ما زال عمر طارق متواجد، وادي ياسر صالح على الفري ثرو الاول البديل لعمر طارق برضه عامل فاولين احمد اسماعيل، فهو يمكن هيلجا لعبد الله ناصر بس مش دلوقتي، ممكن يتقل شويه لعمر طارق دقيقه ولا اثنين وبعد كده ينزل عبد الله ناصر، خاصه الوقت ده الاتحاد فايق فيه فهو عايز عناصر خبره في الملعب. فري ثرو اول نجح ليه عفوا لم يسجل ياسر صالح وينجح في تسجيل الفري ثرو الثاني. 23 20 لصالح نادي الاتحاد، ضغط نادي الاتحاد من اول ملعب كعادته. كريم حاتم يعدي كريم قبل الثمان ثواني، يمسك كره يسلم لعمرو الجندي. عمرو يستنى السكرين، ثنائيه ما بين عمرو الجندي وعمر طارق. ثمان ثواني على الهجمه، ثمان ثواني على زمن الهجمه. عمرو الجندي يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لعمرو زهران على 3 بوينت، لكن اير بول يلم عمر طارق من اعلى نقطه، لكن هنا في ايه؟ في فاول اعتقد هنا على ياسر صالح. ياسر صالح يرتكب فاول وخطا شخصي، هنشوفها تاني في الاعاده. هنا لعيبه الاتحاد بتطالب ب 24 ثانيه، لا الفاول كان قبل 24 ثانيه، قبل 24 ثانيه. ياسر صالح يرتكب فاول، اولى الاخطاء الشخصيه توتال على نادي على الاتحاد، واولى الاخطاء الشخصيه على ياسر صالح. 14 ثانيه جديده. عمرو زهران يسلم لكريم حاتم، من تمان نادي الاتحاد. عمرو درايف عمرو ولا اروع بتهويش كده ولا اجمل، لكن على طول يرتكب معاه هو ده يا كابتن كمال. هو ده يا كابتن، يعني دلوقتي لما لجأ انه يلعب باثنين سناتر بقى مان مين؟ مان عمرو الجندي، عمرو زهران بقى مان، وهيثم بقى يقدر يلعب بيه 1-1. هو ده يعني نتيجه ان هو حتى لو هيبقى مان هيثم عمرو الجندي يقدر برضه يلعب. دي الميزه اللي انت اول زي ما قال كابتن هيثم وزي ما اكدنا ان فري ثرو دي الثالثه ضايعه لعمرو، مظبوط الثالثه ضايعه لعمرو والاولى في احداث الكوارتر الثاني. وادي الفري ثرو الثاني يضيع ايضا والاوت سايد لصالح الاهلي. وهو عمر طارق يمكن دخل قبل الكوره ما تتلعب، فعشان كده هو لغاها بصرف النظر جت او ما جتش. بالظبط. ميدو طه ياخد سكرين من هيثم يعمل الدرايف، ميدو يطلع كيك اوت، لكن في الاخير ستيل ولا اروع من عمرو الجندي، وعمرو الجندي يا فاول والكاونت ولا هتحتسب، لكن هنا في فاول مبدئيا على بيبو، حسبها فاول على بيبو فاول، لكن مش باسكت، لكن هنا فاول على بيبو. مهم نسجل يا كابتن بقى، يعني احنا بناخد رميات حره، احنا النهارده مهدرين يمكن 9 رميات حره حتى الان، لو احنا بنجيب الرميات الحره كان السكور او نصها على الاقل كنا زماننا متفوقين. مهم جدا نركز، عمرو النهارده محتاج، ده ملعبنا، محتاجين نركز في الرميات الحره جدا. وادي فري ثرو اول لعمرو الجندي ينجح في التسجيل، ثلاث محاولات لعمرو في احداث الكوارتر الثاني، ينجح في عمرو زهران، ثلاث محاولات لعمرو زهران في على الفري ثرو في الكوارتر الثاني، ينجح في تسجيل محاوله. الفري ثرو الثاني لعمرو زهران نجح في التسجيل، برافو يا ولد، هو ده اللي احنا عايزينه. الى نقطه واحده 23 22. ميدو طه سكرين لميدو، لسه ميدو معاه الكوره، حاول يعدي يعمل بنتريشن يوصل، لكن هنا في فاول على عمرو زهران الثاني، على عمرو زهران الثاني على عمرو زهران. كده احنا عندنا يعني لعيبه كتير، عمرو زهران 2 فاول، عمر طارق 2 فاول، احمد اسماعيل 2 فاول. انا يعني كل اللي قلقان منه ان عمر طارق ياخد الفاول الثالث، لان ده هيطلعه بشكل كبير بره الملعب. يعني ماشي عمرو زهران 2 فاول، ممكن ان في بديل لو لا قدر الله عمل الثالث، انما عمرو واحمد عمر طارق واحمد اسماعيل الاثنين خمسات، محتاجين نحافظ على فاولاته. فري ثرو اول ناجح لميدو طه، وفي عوده والتر هودج كنت لسه بقولها من شويه. وادي ميدو طه على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل، ست محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو ينجح في تسجيل، اربعه من اصل سته. عمرو زهران والتر هوج بيحاول ياخد بوزيشن على ميدو طه، لكن في الاخير لعمرو الجندي، عمرو الجندي معاه هيثم كمال،
حاول يوصل عمرو بالسيمي هوك لكن ما بينجحش في التسجيل. تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد بيبو وتطلع اوت سايد. لصالح النادي ثلاث نقاط فارق 6 دقائق 20 ثانية يا كابتن هيثم على التحدث الكوارتر الثاني. والتر هوج هو بيتكلم والتر مع الحكم على الديفنس بتاع دوله، هو عايز فاولات، هو شايف والتر هوج ان من وجهه نظره ان دي فاولات، ففي حوار مع الحكم بيتناقش مع ده. عمرو زهران درايف عمرو يلف ويرتكز بالفيدوي يشوط ينجح في تسجيل 2 بوينت ولا اروع لعمرو زهران. اتصور هنا ان الاتحاد السكندري ممكن يسحب الاربعيه وينزل ثلاثه تاني. وارد جدا خاصه ان عمرو زهران حط كورتين من هيثم. وادي بيبو تحت الباسكت معاه ابو النصر يسلم لكن تقع في الاخير من هيثم كمالي يسلم على طول والتر هوج. والتر ينجح في انه ياخد فاول على الدوله، فاول على الدوله الخطا الشخصي الثاني على دوله على طول هيسحبه كوتش هنريك فوده نازل بفوده. وادي انس اسامه هنا والتر هوج عمل اللي هو كان عايز يعمل ان دوله بيعمل جود ديفنس على والتر هوج، فانا الحل ان انا العب اخد منه فاولين ثلاثه اطلعه بره العب براحته، وده نجح فيه والتر هوج بشكل كبير. رجوع لانس اسامه ومصطفى عصام فوده و كيندل ديكس مكان هيثم كمال وياسر صالح ودوله، ده تغيير اجراه كوتش رودل. هجمه الاهلاويه عن طريق عمرو زهران ياخد البوزيشن والتر هوج. عمرو يسلم لعمرو الجندي على 3 بوينت لكن لا يسجل، على طول يلم بيبو في الديفنسيف ريباوند. ما زال التصويب الثلاثة بونت، النادي الاهلي مش ماشيه معاه بتقلي محرص ولا ثلاثة بونت حتى الان. لا لغايه دلوقتي كندل على البيز لاين اوبن شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران عمرو عمر طارق يلم لكن تقع من ايده وتروح لفوده. وادي هنا في فاول، هنشوف الفاول على مين. بس انا شايف دي كانت فاول على فوده الاول يا كابتن، يعني هو ماشي والتر هوج يتصفر عليه الفاول. هو ولكن عندنا مشكله دلوقتي، هل الفاول يعني بص ده يا كابتن على مين؟ فاول ده فاول على والتر هوج، بس في فاول قبليه على فوده، على فوده فوده زق والتر هوج وهو طالع من تحت، بس مش مشكله. مصطفى عصام فوده لا يسجل الفري ثرو الاول، او ميدو طه عفوا، والفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. والتر هوج اللي تولى رقابته دلوقتي مصطفى عصام فوده. والتر للجندي وهنا في فاول على فوده. في دفاعات قويه على والتر هوج، حتى لما طلع دوله ونزل فوده بيدافع على والتر هوج بشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كابتن عمرو فاروق العمري، الباشمهندس خالد القوصي، كابتن خالد عوضي مدير نشاط رياضي، كابتن حابب الغنام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. والتر هوج على تنفيذ الفري ثرو الاول. والتر ينجح في التسجيل. والتر فري ثرو ثاني. عبد الله ناصر النهارده شارك اهو مكان عمرو الجندي. اتصور لازم النهارده بنلعب باثنين طوال، المفروض الريباوند يبقى عندنا هنا وهناك لان انس في الملعب وبيبو في الملعب. والتر على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. ده اللي لازم يكون، كل رميتين مهمين جدا جدا. ست محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل 4 اتى بهم بالتعادل. زون ديفنس النادي الاهلي ما زال فوده لميدو طه. ميدو معاه والتر هوج سكيب باس الناحيه الثانيه لمصطفى عصام فوده لانس اسامه. انس ميديم شوت انس شوت لكن في ايه؟ في هنا فاول وخطا شخصي على عبد الله ناصر. فاول وعبد الله ناصر ارتكب خطا شخصي في اول دقيقه، في اول ما كملش اول دقيقه هنا. ماسك التيشيرت زي ما قال الكابتن محمود، فعلا ماسك التيشيرت بيبو. هي حركة لا إرادية لما تلاقي الكرة بعيدة عنك، حركة لا إرادية، بس ألف سلامة. أنا شايف بيبو يمكن فيه كدمة أو حاجة، ألف سلامة عليه. سلامات لبيبو، أعتقد إنها تو شوت وهيتم تغييره. أعتقد إنه هيتم تغييره. هو رابط ركبته يا كابتن تقريباً، في حاجة في ركبته، ألف سلامة نتمنى له يعني. نزل رامي إبراهيم مكانه هو اللي هيشوط الفري ثرو. ما زال لم يشارك علي أحمد لغاية دلوقتي. بس انا بيتهيألي يعني بيبو بيشتكي من حاجه في ركبته الحقيقه طالما رابطها بالملعب، ويمكن يعني يمكن ممكن ده يتلقى العلاج، ويعني ان شاء الله دقيقتين ثلاثه نتمنى ليه. قائمه الباسكت 16 لعيب مع الموسم الطويل ده كله لازم هتلاقي فيه اصابات، لازم هتلاقي فيه ناس يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا بنلصمها عشان تلعب. بس لازم يكون الدعم بين الناشئين والاعتماد على الناشئين ده احد اسلحتك الحقيقه زي ما النادي الاهلي بيعمل. فري ثرو اول غير ناجح ليه رامي ابراهيم، وفري ثرو تاني ناجح ينجح في تسجيل وتعديل النتيجه لصالحه وفارق نقطه. والتر هوج زي ما شفنا كده كان متولي رقابته دوله، اصبح دلوقتي عصام فوده هو اللي متولي رقابته. عمرو سهران
مستني والتر هودج تحت الباسكت هو اللي يلعب بيه زي ما لعب في الكوارتر الاول. والتر 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 على 3 بوينت لا يسجل واوت سايد لصالح نادي. هنا فوده حاول ياخد فاول مهاجم من والتر ولكن الحكم شفنا كابتن محمود ابراهيم قال له قوم ما فيهاش حاجه. فلما وقع فوده بقى والتر هودج فاضي. فالنهارده محتاجين بس محتاجين نركز يا كابتن محتاجين نجيب دلوقتي. احنا لغايه دلوقتي على 3 بوينت سجلنا واحده بس في الكوارترين 3 بونت. لا 3 بونت لم نسجل النهارده. 26 26 بونت من النادي الاهلي. 26 بونت النادي الاهلي حاططهم مفيش ولا 3 بونت ولا 3 بوينت. فده الاتحاد بالزبط. سجل 3 من اصل 7 8 محاولات تلت السكور تقريبا النادي الاتحاد حطه. انا اسامه لكندل كندل يعمل الدرايف كندل يقف ويطلع الكيك اوت ليوسف شحاته على 3 بوينت ربع. يوسف ينجح في تسجيل 3 بوينت رابعه الثانيه ليه للاتحاد والثانيه ليه فعلا زي ما قال كابتن هيثم السعيد. ارتفع الفرق الى 4 نقاط لصالح نادي الاتحاد. والتر هوتش رايح بالدرايف لكن هنا يوسف شحاته الثالث على يوسف شحاته هنا والتر هوتش بيعمل حاجه ذكيه جدا يا كابتن احمد. والتر هوتش بيحاول نفس اللي بيعمله الاتحاد السكندري انه بلغه الباسكت يلبس الاتحاد السكندري فاولات اكتر عشان اللعيبه المهمه. النهارده يوسف شحاته النهارده 3 فاولات تفاول. فالنهارده انت ايه يعني فاول كمان هيبقى الريسك اكتر هنا على النادي الاهلي لان انت عندك عمرو زهران والتر هوج احمد اسماعيل عمر طارق وعبد الله ناصر كل دول اتنين فاول. عشان كده اللي بتقوله يا كابتن ده مستر اجوستي حالا قوم كريم حاتم ينزل وقوم كمان ايهاب امين في تغيير دلوقتي هيطلع اتنين لعيبه وينزل اتنين لعيبه عشان اللي انت بتقوله ده يا كابتن احمد يحافظ على الفاولات على قد ما يقدر. فري ثرو اول ناجح ليه والتر هوج ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. وادي فري ثرو ثاني لوالتر ينجح ايضا في التسجيل 4 دقائق 4 ثواني على تاء احداث الكوارتر الثاني. وفي تغيير ودول عاد مره ثانيه لارض الملعب كريم حاتم وايهاب ايهاب امين نزلوا دلوقتي مكان والتر هوج وعمرو زهران. يبدا الهجمه عن طريق دولا نادي الاتحاد اللي عاد تاني مره ثانيه. دولا لسه مع الكره معاه في البيز لاين ليوسف شحاته على 3 بوينت الثالثه ليوسف شحاته ينجح في تسجيل 3 بوينت يوسع الفارق الى 5 نقاط لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين ايهاب لسه ايهاب على 3 بوينت ايهاب عايز يرد لكن لا يسجل يعمل السكند شوت مره ثانيه. يقلب الملعب لكريم حاتم كريم يجرب حظه كريم لكن لا يسجل يلم على طول انس اسامه. انس يعدي بالملعب انس يسلم تحت الباسكت لكن ستيل ولا اروع من ابو النصر ابو النصر ابو النصر راح ابو النصر وقف راح لكن في بلوك هنا من انس اسامه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. النهارده 5 3 يعني 15 بونت الاتحاد السكندري حاططهم من مجمل 33 من 3 بوينت. ده اللي احنا كنا بنقوله الاتحاد السكندري سلاحه الاساسي هو 3 بونت يا كابتن احمد. محاولات في الكوارتر الاول والثاني لصالح النادي الاهلي لم يسجل فيهم اي 3 بوينت بس كده ترم اوفر يعني تخبط في رجل ايهاب امين وتروح اوت سايد نادي. انا هنا بس عايز اشيد بحاجه مستر اجوست الحقيقه عمل حاجه كويسه جدا جدا. كريم حاتم بالرغم ان في التغييره الاولى ما كانش متوفق بشكل كبير اداله تاني. هنا دي الفرصه الحقيقيه اللي احنا بنقول عليها، الفرصه الحقيقيه اللي بيديها المدير الفني النهارده المباراه يمكن على زعامة الدوري السوبر ولكن مهم جدا انت تكسب لعيب. لما تطلع لعيب وترجع تنزله تاني بتقول له انت انا واثق فيك، انا عارف ان انت لعيب كويس، انا عارف انت تقدر تأدي. فالنهارده مستر اجوستي دي رساله واضحه جدا لكريم حاتم انا باثق فيك العب ما تخافش. ده يمكن يعني اللي متابع يعني ده مستر اجوستي او السنيور اجوستي ده بيعمل الرولز دي من اول يوم من داي 1 اللي هو جه فيه. يعني كان بدا بعبد الله ناصر بدا بمؤمن طارق خيري النهارده معانا كريم حاتم النهارده معانا محمد طارق خيري. الراجل بيثق وكان قبليهم عمرو زهران الراجل بيثق ثقه عمياء في الناشئين. وهو فعلا لما جه وطلع الناس ابتدت يبقى عندك صف تاني من اللعيبه خلاص انت عندك اللعيب الاساسي النهارده لو ممكن تعوضه بناشئين. نعم. ده من داي 1 وكوتش اوجستي بيعمل الموضوع ده صحيح. يعني يمكن زي ما قلنا النهارده كمان حتى الشوط الاول والثاني كل اللعيبه شاركت يا كابتن تقريبا باستثناء لاعب بس يمكن مروان سرحان هو اللي ما شاركش. مروان سرحان واحمد مهيب بس اثنين لعيبه خيري ثلاثه يعني شارك بتسع لاعبين حتى الان حتى وفي مباراه كبيره زي مباراه نادي الاتحاد امام فريق كبير. انما نادي الاتحاد حتى هذه اللحظات لم يشارك لان هنقول عليه اللي ما شاركش لغايه دلوقتي وهو علي احمد رقم 42 يعني 11 لاعب نادي الاتحاد شاركوا في المباراه وتسعه من عدد المباراه كابتن هيثم النادي الاهلي. وادي الفيدوي اللي شاطه عمرو زهران ولم... كان عمرو واحد من الناس القليلين جدا اللي بيشوطوا يعني بيعتمد اعتماد اكتر على الجري في الفاست بريك والبنتريشن اقوى.
بس لازم نلاقي حل لثلاثه بونت لو لازم نلاقي حل لثلاثه بونت. يعني لو لعيب ده لو لقى شوطه هتفرق معاه كتير قوي. بس انا النهارده بتاع التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. وادي كندل يسلم لانس اسامه هندوف معاه كندل مؤمن طارق خيري شاهدنا وجوده في الملعب. وادي 3 بوينت لكن لا يسجل مؤمن على طول ديفنسيف ريباوند يبدا هو الهجمه يسلم لكريم حاتم كريم يبدا الهجمه ويعدي لإيهاب امين. إيهاب لمؤمن بيقول له اعمل الكلير او وسع كده عشان يلعب واحد على واحد ويسلم لعمر طارق لسه الكره مع إيهاب. إيهاب على 3 بوينت شوط لكن لا يسجل. وادي فولو رائع من عبد الله نصر لكن ما بتجيش وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. باسكت محتاجين كان بيتهيألي كان يعني باسكت كان ممكن عبد الله يعني يخلصه احسن من كده. كنا محتاجينه يعني كان هيقرب السكور كتير ل 33 30 بس ان شاء الله الكره معانا 14 ثانيه 11 ثانيه اتصور ان شاء الله ممكن نجيب دقيقتين 41 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول وخرج دوله ونزل فوده. وادي كريم حاتم درايف كريم سلم لمؤمن خيري اربع ثواني اربع ثواني بيشوط مؤمن لكن لا يسجل لما على طول انس اسامه على السكند شوت او على الديفنسيف ريباوند. انس بيحاول يعدي يسلم طه جيف اند جو لكن في الاخير يعمل ستيل عمر طارق يسلم لمؤمن خيري مؤمن بيدور على ايهاب امين لعمر طارق عمر بيند على ايهاب امين كريم حاتم ياخد سكرين من عمر طارق كريم لسه كريم معاه الكوره يستغل الميس ماتش تخبط في رجله انس اسامه يلحقها على طول ايهاب امين ايهاب قبل الثواني الاخيره لسه ايهاب ايهاب بيروح ايهاب شوت ايهاب لكن لا يسجل هنا ديفنسيف ريباوند لكن هنا في ايه؟ هل هنا في فاول ولا 24 ثانيه؟ تقريبا اتحسبت 24 ثانيه واضح من الرياكشن بتاع ايهاب امين انها صفرت 24 ثانيه لكن الحكم الثالث انا شايفه بيرفع ايده هل هي اشاره بفاول؟ الحكم اللي في السايد الناحيه واحنا شايفين لعيبه الاتحاد راح هناك لما تيجي لما طيب تيجي الملعب تيجي هنشوفها دلوقتي ده صفر ايوه انا زي ما قلت لحضرتك فاول بس الفاول على مين بقى تالي هاب امين وهو داخل يعني مش عارف ما شفناش كويس قوي بس في الاخر هتو شوتس لرامي ابراهيم ورامي ابراهيم لا يسجل الفري ثرو الاول نسبة الاتحاد الاسكندري في الفري ثرو احسن كتير منه وتاتا بونت كمان ولكن يمكن في التيرن اوفر عند الاتحاد الاسكندري اعلى بشكل اكبر منه واحنا مش قادرين نستغل ده بشكل جيد. عمرو الجندي اللي عاد مره ثانيه للملعب. 12 فري ثرو كابتن هيثم نجح في تسجيل سبعه نادي الاتحاد. ايهاب امين بيز لاين بنتريشن كيك اوت لمؤمن خيري مؤمن يسلم باص اروع ودن باص يا ولد من مؤمن خيري حلو لعمر حلو طارق حلو ينجح في تسجيل 2 بوينت يدعي الفرق الى اربع نقاط لصالح نادي كان مهم جدا الباسكت ده يا كابتن احمد كان مهم جدا عشان ما تسعش الفارق لكن رؤيه وفيجن روعه من مؤمن خيري وجود بوزيشن كمان من عمر طارق كندل يروح بالبنتريشن يحاول ينجح في تسجيل 2 بوينت يوسع الفرق الى 6 نقاط مؤمن خيري يبدا الهجمه يسلم لكريم حاتم لعمرو الجندي مره ثانيه عمرو الجندي في بوزيشن 4 ياخد سكرين من عمر طارق يقلب لمؤمن خيري في البيز لاين. عمر طارق بيحاول بالظبط. في فاول مظبوط عارف يا كابتن لو عمر طارق ما كانش رافع ايده بالشكل ده كان ممكن تبقى دبل فاول ولكن هو رافع ايده فوق هو اظهر الفاول فاظهر الفاول ودي برده بتبقى يعني حته خبرات خبرات ذكاء اللاعب عشان ابين الفاول مش ان انا ازق لا ان انا ارفع ايده وابين الفاول فهنا عمر طارق خد رميتين مهم نجيبهم يا كابتن احمد كمان. ان شاء الله يجوا عن طريق عمر طارق. عمر طارق على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. انا شايف عبد الله ناصر جاي من على البنش رايح على ترابيزه الحكام يبقى عبد الله ناصر هينزل. بس هل هيجيب عمر طارق ولا هيجيب احد الجردات؟ اعتقد هيجيب يا اما عمرو الجندي يا اما كريم حاتم. فري ثرو اول ناجح لعمر طارق وايد لا يسجل الفري ثرو الثاني. يبدا الهجمه يوسف شحاته الاهلي قلب مان تو مان. انس اسامه لكندل كندل ياخد سكرين من انس اسامه يعمل درايف يروح يوصل بشماله ينجح في تسجيل نقطتين بدون ادنى رقابه على كندل. خد يعني ليفت درايف كده من الناحيه اليمين مشي بيه لغايه الناحيه الشمال الحقيقه كان المفروض ان يقابل عمر طارق هنا حد يقابله لازم يتوقف باي طريقه من الطرق لانه خد يمكن 6 7 متر كده بدون رقابه.
كيك اوت لعمرو مؤمن خيري لإيهاب امين، إيهاب درايف، إيهاب معاه كندر يطلع لعمرو الجندي، عمرو الجندي على 3 بوينت. ايوه بقى ايوه اولى 3 بوينت ناجح للنادي الاهلي بعد ايه؟ بعد كوارتر وانتهاء الثاني. 3 نقاط لصالح النادي الاهلي، ده الفرق الى 4 نقاط. ميدو طه بنتريشر درايف راح باكليف ما بينجحش في التسجيل. هجمه سريعه للنادي الاهلي، هتنتهي ازاي؟ هتنتهي عند إيهاب امين ولا وادي الميديم شوت مع البازر تايم لا يسجل وتنتهي وتاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم نادي الاتحاد 38-34. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين شوطي الثاني والثالث، نعود بها سريعا في بدايه احداث الكوارتر الثاني. كنت معكم معلقكم الرياضي كابتن احمد مناع، وكان ايضا معنا ويشرفني في كابين التعليق الكابتن هيثم السعيد. الى اللقاء مع بدايه احداث الكوارتر الثاني. السادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبدالله الفيصل ومن قنوات النادي الأهلي، ونقل مباراة كرة السلة ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد في المرحلة الأخيرة للجولة الترتيبية. بيشرفني النهاردة في كابين التعليق الكابتن هيثم السعيد. كابتن هيثم أهلا وسهلا بحضرتك كابتن. أهلا بك يا كابتن أحمد مرة تانية. يمكن مباراة يعني حتى الآن ما تقدرش تتوقع نتيجتها هتبقى إزاي، خاصة إن في جيم فني كبير جدا بين الكوتشات وبعض. اثنين كوتشات من كبار الكوتشات اللي موجودين على الساحة المصرية، مباراة في خارج الخطوط ما بين الكوتش رودل والسنيور أوجوستي، مباراة إسبانية ألمانية. نبدأ على بركة الله أحداث الكوارتر الثالث. والتر هوج، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد إسماعيل، وإيهاب أمين، ده الخماسي النادي الأهلي. أما خماسي نادي الاتحاد دولا ويوسف شحاتة وكندل وبيبو وأنس حسام. وادي أولى محاولات لكن أوت سايد، أطلق على بيبو، أطلق البيبو على إيهاب أمين، وأوت سايد لصالح نادي. الحكام بتتداول، يعني هو بيبو عايزها اوت سايد على الاتحاد، و النص تاتش على إيهاب أمين، وده اللي حصل. النص تاتش فعلا الصراحه فعلا على إيهاب امين، لانه لما اتعمل بلوك هو على الارض والكره اللي مشت في رجله خبطت في دماغه في الهيد وطلعت بره. من تو مان الاهلي، دوله من تو مان النادي الاهلي لأنس أسامة. درايف يطلع كيك اوت لكندل، كندل على الميديم شوت شوت لكن ما بيرجعش التسجيل. اسماعيل يلم على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم ليه والتر هوج. والتر درايف، والتر رايح، والتر لا يسجل. اسماعيل على السكند شوت بيحاول مع الكره لكن بيتعمل ستيل على طول من يوسف شحاته اللي بيسلم بدوره الى دولا. دولا لكندل، كندل لبيبو، بيبو ياخد الهاند اوف على طول مع يوسف شحاته، يعمل له سكرين، يوسف يعمل الدرايف يستني الفيد اوي شوت لكن لا يسجل. على طول والتر هوج يسلم على طول لإيهاب امين ويبدا الهجمه ويسلم لعمرو. حلوه زهران لكن لا يسجل. هارد لك يا عمرو. يزم على طول دولا ويروح على الباسكت. دولا راح يسلم لانس اسامه اللي قاطع، انس تخبط في ايده كده وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. تيرن اوفر على نادي الاتحاد. افكر حضراتكم بالنتيجه للي ما كانش متابعنا في احداث الكوارتر الاول، انتهت تقدم النادي الاهلي 18-15 والكوارتر الثاني تقدم الاتحاد 38-34. هل هنشهد في احداث الكوارتر الثالث والرابع بعض تغييرات في الديفنس؟ طبعا الكوارتر الثالث كابتن هيثم هو كوارتر كوتش اوجوستي. وادي فاول على دولا، ده الفاول الثالث على دولا. خلي بالك يا كابتن برضو اللي يثبت لحضرتك مباراه قد ايه فيها تطور، يعني توتر شويه من اللاعبين. انت عندك النهارده دقيقه و15 ثانيه او 17 ثانيه في الشوط الثالث، اربعه فاول على النادي الاهلي. لا وما فيش باسكت اتحط حتى الان حط. انت بتتكلم في دقيقه، يعني دقيقه ونص تقريبا ما فيش باسكت حتى من الفرقتين، ففي توتر شديد من الفرقتين الحقيقه. إيهاب أمين يستنى السكرين من أحمد إسماعيل. إيهاب لسه مع الكورة. إيهاب 8 ثواني على 24 ثانية، سكيب باص عمرو الجدي. عمرو لكن هنا في ترافلينج، ما نطش يا كابتن، ما نطش. أنا شايف كده، أنا شايف إن عمرو ما سابش الأرض. هو ليه حسبها ووك؟ هو قال إن عمرو الجدي نط وبعد كده نزل على الأرض في حسبها ووك، بس أنا شايف إن عمرو، يعني بص على رجل عمرو الجدي لو ما سابش الأرض يبقى لا ساب الارض، ساب الارض يا كابتن، ساب الارض يا كابتن، ساب الارض. هي مش باينه لما اتعمل كلوز شفناها اكتر بالبطيء. وادي جود ديفنس جدا من إيهاب امين اللي عمل دايف رائع ويسلم لعمرو الجندي. عمرو والتر هوج، والتر وثلاثيات. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ينجح في تسجيل اولى 3 بوينت وتكنيكال فاول على والتر.
ليه؟ خطأ يعني شخصي وتكنيكال فاول على والتر، هنشوف دلوقتي ليه. والتر هوج انا حاسس ان في حماس شويه مع والتر النهارده، يمكن عشان الثنائيات اللي بتحصل. هنشوفها تاني في الاعاده، خلينا نشوف في الاعاده هل هو تحمس عشان الكوره اللي طلع عليه على والتر هوج. هو دوله وزي ما انت قلت في اول الماتش في ثنائيات دوله، يبقى اعتقد ان هو، بس هو مش عشان دوله بيشوت، لا هو عشان يمكن ان هو زي ما قلت حضرتك في ثنائيات. والتر النهارده نازل حماس شويه، وده وضع طبيعي انه راجل محترف ليه اسمه، هو بيثبت وعايز يثبت ان انا في ماتشات الاتحاد بقدر العب كويس. وبعدين دوله عامل على والتر هوج دفاع قوي، فكل باسكت بيجيبه والتر هوج امام دوله بيديله منافسه وقوه وثقه عاليه. صحيح النهارده في ثنائيه ثانيه، ايهاب امين ومحترف الاتحاد كيندل ووك، دي ووك، لكن خلاص الحكم الرأي والتر هوج ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يروح والتر. والتر واحد على واحد، والتر يسلم لإيهاب امين، إيهاب لعمرو الجندي، عمرو درايف، عمرو درايف من ناحيه الشمال، لسه عمرو الجندي معاه انس اسامه، والتر هوج، والتر على 3 بوينت. ولد يا ولد يا ولد والتر هوج، يعني لا حلوه حلوه، والتر بيحط النادي الاهلي في المقدمه كده، المقدمه بفارق نقطه 2 3 بوينت لوالتر هوج في احداث الكورتر الثالث. دول دوله، لكن هنا دوله يعني انا حاسس ان فيها سيموليشن بصراحه، ما اعرفش، لان هو يعني احنا معلش الاعاده، خلينا هي الاعاده هي اللي تقرر، هي الاعاده هي اللي تقرر. واحنا نقول لو على الاهلي على الاهلي، لو على دوله على دوله بالظبط كده. اعتراض واضح من السنيور اوجستي، هتبان قوي في الاعاده لو جت، هتبان جدا في الاعاده لانها كانت قريبه ناحيه الكاميرا بالظبط. في تكنيكال، في انا سبورتسمان اعتقد حسب على والتر هوتش، لو اتحسبوا على والتر هوتش يبقى ده الرابع فاول، الرابع على والتر. مش قادرين نحدد، مش قادرين نحدد، لكن فري ثرو اول غير ناجح، وفري ثرو اول ناجح. لا لا، هي اتحسب الثلاث رميات عشان الثلاثه بونت اللي شاطها دول في قبلها، وانا سبورتسمان لايك ما هو ده خد والتر هوتش ده الثالث تقريبا، والتر هوتش الرابع، مش يعني ما شفناش قوي، بس اللي فاتت دي على طول دي كان فاول على عمرو زهران في بدايه احداث الكوارتر الثاني الثالث، اثنين فاول تكنيكال فاول في تكنيكال فاول، يبقى كده اربع فاول. احمد اسماعيل بمنتهى الفدائيه، برافو برافو، ينجح في انه ياخد الريباوند ويرتكب فاول، الفاول الثالث على دوله ولا الرابع؟ الرابع على دوله، تخيل هيطلع بره دلوقتي، هي لازم الرابع على دوله، حتى والتر هوج هنا بيشاور بيقول له اربع فاول فاولات. اعتقد كوتش رودل ده اللي يثبت لك يا كابتن ان في ثنائيات، يعني النهارده لما يبقى والتر هوج بيقول ده الفاول الرابع على دوله، لا يبقى هو عارف كويس قوي ان دوله بينزل يدافع عليه، فهو متابعه كمان ان هو دوله لو خرج هيفقد واحد ان نادي الاتحاد واحد من اهم مفاتيح لعبه. ومين اللي بيمسك دلوقتي والتر هوج؟ اللي ماسك والتر هوج النهارده، وهنا هنشوف الثنائيات مره ثانيه، لكن والتر يحتسب اوتسايد لصالح النادي الاهلي. كابتن مروان فتيحه بيحتسب فاول او اوتسايد لصالح النادي الاهلي. يلا يا ايهاب، ايهاب امين لعمرو الجندي، عمرو درايف، عمرو ينجح، عمرو يحط حلوه 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 حلوه، ينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح النادي الاهلي، يوسع الفرق الى 3 نقاط لصالح. خد دربلايتين خده في ظهره، راح حطها باك لاين، استخدام البادي البادي كونتاكت حلوه حلوه عند عمرو الجندي، قدر يحجز وياخد بيبو في ظهره. ومازال في الميديم شوت شوت، لكن هنا في ايه؟ في فاول على اعتقد على عمرو الجندي، على عمرو ولا انس؟ على عمرو الجندي اعتقد، على عمرو الجندي لا انس، على انس، على انس دفع، على أنس. خلي بالك كابتن، تظل المشكله الفنيه الاساسيه النهارده عند الاتحاد انه مش قادر يدافعوا او قادرين يدافعوا على الاربعيه بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي هنا او مستر اجوستي يعني بيجبر فنيا الاتحاد السكندري انه ما يقدرش يلعب على الاربعه بتاعتنا، فبيضطر يسحب خمسه عشان ينزل او اربعه عشان يلعب واحد. في الاوقات يا كابتن هيثم هو استعان بان هو يمسك عمرو الجندي عن طريق يوسف شوشه، وما كملش دقيقتين تقريبا يوسف شوشه وخرجه مره ثانيه كوتش رودل هند. صحيح كوتش رودل، عشان كده النهارده انس وبيبو بالظبط الكبير، فدي مشكله بالنسبه لان عمرو الجندي بص واقف على 3 بونت فاضي. عمرو الجندي لسه درايف، عمرو راح، عمرو يسلم لإيهاب امين على 3 بوينت من البيز لاين، لكن ما بينجحش في التسجيل، على طول فوده اللي نزل مكان دوله يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لكندل، كندل ديكس، كندل ياخد السكرين، كندل، لكن هنا في ايه؟ في فاول على إيهاب امين محمود، لا اعتقد ان في يعني فاول على إيهاب امين، لا لا لا، هنا حاجه خاصه بال حكام. يعني لو الكاميرا تبص بس على ترابيزه الحكام هنعرف في اداري، لكن هي ما اعتقدش ان في فاول، اعتقد ان في حاجه خطا في التايم او في السكور، ده اللي هنشوفه دلوقتي.
ويوسف شوشة خرج يوسف شوشة زي ما قلت لحضرتك هو يستعين بيوسف شوشة دلوقتي لإيقاف عمرو الجندي. كابتن المشكلة هو مش عارف الاتحاد مش قادر يدافع على الأربعاية. النهاردة عمرو الجندي عامل أزمة فنية كبيرة جدا، وسواء لما بيطلع وبينزل عمرو النهاردة مستر أجوستي عامل مباراة فنية كبيرة جدا قاري الاتحاد بالزبط كويس بالزبط. هو عايز الاتحاد يطلع حد طويل والاتحاد مش عايز كده وبيحاول يفرض الوضع ده، ولكن الوضع ده بيخلي الاتحاد يخسر نقط سواء في الهجوم أو في الدفاع. لا بصراحه تحيه لمستر اجوستي اللي قادر حتى الان يفرض كلمته. لازم عمرو الجندي هيبقى فيه مشكله كبيره، عمرو الجندي بالاخص عمرو الجندي في الثري بوينت او في البنتريشن هيبقى فيه مشكله كبيره لنادي الاتحاد. كاندل ينجح في تسجيل تو بوينت على طول. ايقاف مره ثانيه لسه في صافره الحكم. ممكن تكون 24 ثانيه مش شغاله يا كابتن. ممكن يا كابتن يحيى زكريا المراقب على فكره النهارده المباراه رئيس منطقه الجيزه هو اللي لابس نظاره على الترابيزه ده مراقب المباراه كابتن يحيى زكريا احد يعني القامات الكبيره الحقيقه. اعتقد ان في حاجه في الساعه هي كده واضح ان في حاجه في الساعه الرئيسيه للملعب استدعوا خدمات المعاونه للصاله عشان خلينا نقول حاجه مهمه يا كابتن دلوقتي الماتش ماشي بونت بونت ايكوال مش هتقدر تقول مين انا وجهه نظري ان مين ممكن يكسب لان كل فرقه من هنا بتستخدم كل اسلحتها. النهارده النادي الاهلي لو وفق في الثلاثه بونت بشكل جيد وهاب امين حط معدل مش هنقول معدله الطبيعي حط 10 بونت في الكوارترين دول اتصور النادي الاهلي هيكسب مرتاح. لو فضلت الماكينات بتاعتنا متعطله هيبقى عندنا مشكله خاصه النادي الاتحاد عنده خبرات كبيره جدا ممكن يحسم المباراه في اخر ثانيه او ثانيتين. ده انا بتفق معاك جدا يا كابتن هيثم ده فعلا مهم جدا لازم يبقى فيه النهارده توفيق في 3 بوينت. يمكن بدانا من الكوارتر الثالث في اول 2 3 بوينت لصالح النادي الاهلي عن طريق والتر هوج. نرجع ثاني ل الدفاعات القويه اللي جدا عاملها كابتن او السنيور اوجوستي جول بوش هو في زون 2 ديفنس او مان تو مان قدر ان هو يوقف بعض اسلحه الهجوميه لنادي الاتحاد. دلوقتي هنرجع تاني للمباراه نشوف قراءه لاحداث الكوارتر الثالث. هنقف تاني لان واضح ان في مشكله في ال 24 ثانيه بقى المره دي. هنا التوصيل بيتم كابتن محمود جمال كابتن ساره سمير كابتن يحيى زكريا السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي والكابتن خالد رئيس قطاع النشاط الرياضي مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي لبعض اعداد اللقاء. طيب كابتن هيثم عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه للفاولات اللي مرتكبها النادي الاهلي ويمكن واحد امامنا في الصوره زي عمر طارق اتنين فاول هل هيتم الدفع بيه ولا استعانه؟ هيتم الدفع بيه اكيد ولكن انا هنا بحيي الحقيقه مستر اجوستي كمان قادر يدير المباراه باقل خسائر. وخلي بالك انا عايز اشير لحاجه النادي الاهلي النهارده بيلعب ناقص نادي الاتحاد بيلعب كامل. النهارده النادي الاهلي ناقص سيف سمير احد اعمده وعمر عزب الاثنين اعمده اساسيه في الفريق غايبين. نادي الاتحاد النهارده فول تيم ما شاء الله حتى المصاب عنده دولا النهارده نزل ورجع للمباراه وبيقدم مباراه قويه وحتى يعني بيبو اللي اصيب كان شارك اغلب فترات المباراه. نرجع للمباراه مره ثانيه والتر هوج والتر لعمرو الجندي سكرين لاحمد اسماعيل سكرين مره ثانيه رايح ناحيه شماله عمرو طلع كيك اوت ايهاب امين ايهاب على 3 بوينت لكن لا يسجل عمرو الجندي ديفنسيف اوفنسيف ينجح فعلا ياخد الكوره ويسلم لهوج هوج لعمرو في البيز لاين 3 بوينت لكن ما بتجيش عمرو زهران بيحاول معاها لكن تخبط فيه وتطلع اوتسايد لصالح نادي لسه لو الثلاثه بونت مشيت هتبقى ليها كلمه ثانيه خالص. النهارده انا برجع الثلاثه بونت دي توتر لعيبه الاهلي. النهارده اخر مباراه كان في تفوق كبير نادي الاتحاد فلازم اللعيب بيبقى نازل المباراه اللي بعديها قلقان شويه متوتر شويه فالتوتر النهارده 3 بونت ده النهارده ودي مش نسبتهم واللي اكدوا ضيوفنا. كندل ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول ويسهل النتيجه 45 42 المباراه اللي ما زالت في الملعب ثلاث نقاط فارق. وادي كندل ينجح في ان والتر هوج ياخد منه فاول فاول الثاني على كندل. والتر النهارده عامل جيم تكتيكي تكتيكي فاولات يعني هو مش داخل يحط الباسكت يا كابتن هو داخل عشان بلغه الباسكت البس الديفنس فاول. بص يا كابتن هو مش بص على الحلقه بس بيظهر الفاول بالظبط في الاول مع دولا ونجح ان يخلي دولا 4 فاول خبرات كبيره خبرات كبيره. وادي ايهاب امين لكن لا ينجح ايضا يلم على طول كندل من نادي الاتحاد ديفنسيف ريباوند مع والتر هوج. دلوقتي الثنائيه اتنقلت من والتر هوج ودولا الى والتر هوج وكندل كندل لكن ستيل روعه من ايهاب امين فص بريك فص بريك لسه ايهاب امين يروح ايهاب يوصل ايهاب وينجح انه ياخد فاول على يوسف شوشه بالتو شوتس لصالح. انا عايز اقول هنا حاجه يا كابتن ايهاب امين يمكن كلنا مرينا بالمرحله دي واحنا بنلعب ساعات ما بتبقاش ماشيه معاك في الثري بوينت محتاج توصل للمربع. النهارده ايهاب امين داخل على الفاست بريك وسر خد فاول محتاج ياخد الثقه في كوره ولا اتنين يروح بيهم
يحطهم ايزي شويه. هبقى مين دلوقتي ان احنا دلوقتي غير موفقين في 3 بوينت مثلا، هنبتدي نلعب على الانسايد، لازم بالانسايد. يمكن انا بفتكر الكلام ده ليه، لان في 2019 بالتحديد في بطوله نهائي دوري المنطقه دوري المرتبط مع كابتن اشرف توفيق، كان المباراه الاخيره والنهائيه في دوري المرتبط امام الاتحاد، النادي الاهلي ما كسبش الماتش ده الا بالانسايد. لازم يا كابتن تغير من طريقه لعبك انت حتى كلاعب في الملعب. انت شايف النهارده الموضوع مش ماشي، تقدر تخش، خاصه انت عندك الامكانيات دي. ايهاب امين لعيب عنده حلول وامكانيات كتيره جدا، بس يمكن هو عايز يجيب تاتا وانت عارف قيمتها. فلو النهارده ايهاب امين ركز في الفاولات وخد فاولات زي ما بيجيب فري ثرو زي كده فاست بريك، اكيد هيفرق معانا كتير. اكيد طبعا. فري ثرو اول نجح ليه ايهاب امين، ايهاب على الفري ثرو الثاني، ده الفرق الى 2 بوينت او باسكت. فري ثرو ثاني لإيهاب امين لا يسجل، والحيازه لصالح نادي احمد اسماعيل. دخل قبل الكوره عشان كده الحكم لغاها بصرف النظر جت او ما جتش. بالظبط. عمرو الجندي هنا بيأزر إيهاب امين وبيشجعه، محتاجين إيهاب امين يرجع ان شاء الله، اكيد هيبقى لنا وضع تاني. فوده دلوقتي اللي يتولى رقبته والتر هوج، يسلم ليه انس اسامه، انس يوسف شحاته، يوسف معاه إيهاب امين، إيهاب ياخد السكرين، يوسف شحاته في دوي شوت لكن لا يسجل على طول. إيهاب امين ريباوند ولا اروع، يعدي الكوره ويروح ويوصل، لسه يهدى يسلم لوالتر هوج، والتر يطلب سكرين من اسماعيل، اسماعيل ياخد سكرين اول وسكرين ثاني، والتر يروح يعلي يا ولد يا ولد. نجم الماتش يا كابتن، نجم المباراه، مان اوف ذا ماتش حتى هذه اللحظات. دفاع وهجوم، دفاع وهجوم بصراحه، قياده قبليهم، قياده يا كابتن صحيح، ليهم قياده، قائد داخل الملعب. اربع فاولات وما زال محافظ على زي ما تقول عزيمته واصراره. ولا حاجه، لا لا دي ما فيهاش، لا 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 دي واضحه. خلينا نحترم راي الحكم ماشي، بس احنا من حقنا نقول يعني لكن هنا في فاول على ابو النصر، ده الفاول الخطا الشخصي الاول على ابو النصر. خلاص الحكام بيقولوا انت خبطت كوعه، بس احنا هو كان فارد ايده. ماشي ماشي، تقدير حكم، هما الاقرب في الملعب يا كابتن، مفيش مشكله، مفيش يعني مشكله، نقدر نعوض. مش قضاة الملاعب لهم كافه الاحترام، واحنا زي ما احنا متفقين من اول المباراه ان لو حتى لو على الاهلي هنقول على الاهلي، مش هنقول كندل لا يسجل فري ثرو الاول. خمس محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو ينجح في تسجيل ثلاثه. إيهاب امين النهارده يا كابتن لما بدا يركز في الدفاع اكتر وبدا يركز في الريباوند فرق معانا وعمل لنا 3 4 بونت في اخر دقيقه. ده حقيقي. كندل على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. تقدم نادي الاتحاد بفارق نقطه. ضغط نادي الاتحاد هي الفلسفه الرائجه لنادي الاتحاد. والتر هوج يسلم لإيهاب امين، إيهاب يبدا الهجمه. إيهاب اسماعيل جاله سكرين، ضغط عالي من الاتحاد يا كابتن بشكل من نص الملعب، نص الملعب ضغط مفيش هزار. شايف يا كابتن الضغط من نادي الاتحاد خاصة على مفاتيح اللعبة زي إيهاب امين، إيهاب امين لكن دي سريعة شوية فيها السرعة تسرع شوية، يلم على طول. يوسف خبط الكرة وهي طالعة، يلم على طول نادي الاتحاد. ميدو طه يروح على البنتريشن ينجح في تسجيل نقطتين من فاست بريك بعد اسيست من انس اسامة. يبدا النادي الاهلي عن طريق والتر هوج الهجمة ويسلم، لكن باد باس كده ترن اوفر على النادي الاهلي من طريق والتر هوج، يسلم ويطلع. وادي يوسف شحاتة على 3 بوينت لكن لا يسجل، دفاعات قوية من النادي الاهلي لكن تنتهي عند انس اسامة. كندل، كندل لكن هنا فاول على فاول تكتيكي ده يا كابتن، لان الملعب كان مفتوح بالزبط بشكل كبير، فابو النصر قال لك يوقف الهجمة، يوقف الهجمة لانه كان الملعب مفتوح كانت ممكن تخلص بداية بونت زي ما شفنا، ولكن هو عمل فاول تكتيكي يمكن شويه ابو النصر، ومش هنشوط هتطلع اوت سايد لسه لم يرتكب. دي الخبرات يا كابتن، دي الخبرات بالزبط. يعني عشان نرجع نقف الديفنس صح، خاصه ان النادي الاتحاد فارق بثلاثه بونت. ميدو طه يطلع الاوت يوسف شوشه، لكن إيهاب امين يحاول معاها مره ثانيه يرجع ينجح انه يسيطر على يوسف شوشه، لكن هنا لا في اوفنس، في حاجه بالظبط باينه 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 على يوسف شوشه، في اوفنس فاول طبعا، يعني اوفنس فاول هو كان إيهاب امين عايزها من الاول، ولكن عمرو الجندي ارى ان يوسف شوشه داخل بسبيد عاليه مش هيلحق يعمل تشينج دايركشن، فعمر الجندي وقف له على القلب وكده خد التشارج. خبرات يعني مال الملعب مليء بخبرات كبيره، وولتر عمرو إيهاب امين وفي الاتحاد ايضا انس يوسف شوشه حتى، يعني خبرات برده ما يستقلش بيها، فالمباراه فنيه الحقيقه. هم اللي هيقودوا منتخب مصر في الويندو القادم ان شاء الله والتاهل لكاس العالم ان شاء الله. نبارك لمنتخب مصر الفوز باذن الله والتاهل لكاس العالم باذن الله. كوتش رويرانا الكندي كل التوفيق لمنتخبنا. نرجع للمباراه، ثلاث نقاط لصالح نادي الاتحاد 48 45، ثلاث دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ابو النصر
سكرين من احمد اسماعيل مان تو مان نادي الاتحاد، يعمل بليتريشن يتراجع عن موقفه ويسلم على طول والتر هوج. والتر استنى السكرين مع كندل. والتر لكن لا ينجح في التسجيل. ايهاب امين يحاول معه مره ثانيه، لكن هنا في ايه قرار صحيح من الكابتن محمود. ايهاب امين جاي من بره بيشرحها له، اهو بيشرحها. الحقيقه النهارده في ثبات كتير في اداء التحكيم. الحقيقه النهارده شايف القرارات حتى لما بيبقى من وجهه نظره حتى يعني هي لو شفناها من الزاويه الاصليه هنشوف ايهاب امين وهو خارج. لا انا عاجبني ان الحكم يبقى بيدي مبرره، يعني الحكم شايف مش بس بيصفر، هو مش مبرر قد يعني ما هو بيشرح له يعني ممكن لعيب في اللحظه دي ما يبقاش يعني هو عارف هو البوزيشن بتاعه فين. ياسر صالح ينزل وفي تغيير تاني. دوله ما زال على دكه البدلاء، مؤمن طارق خيري يعود. هنشوف مكان مين؟ مكان ايهاب امين، مؤمن خيري. محتاجين محتاجين مدفع من المدافع 3 بونت مؤمن طارق خيري الحقيقه، محتاجين ثلاثيات. ميدو طه ليوسف شوشه، مروان سرحان نزل مشاركه اولى، مره ثانيه مشاركه اولى. قطع انس اسامه، هيتولى رقابه انس اسامه، لكن عمل السويتش مع احمد اسماعيل يلف ويروح والسيمي هوك وينجح انس اسامه في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق الى 5 نقاط لصالح نادي الاتحاد. والتر هوتش، والتر كروس اوفر راح، لكن هنا في فاول على يوسف شوشه، الفاول الثالث على يوسف شوشه. شوشه هيسحبه كوتش هنريك رودل هيسحبه دلوقتي وينزل مكانه مثلا يعني بص خبره والتر هوتش يا كابتن، يعني والتر هوتش وهو داخل لما اتعامل معاه الفاول لعب الكره على الحلقه عشان كانت في بدايه الموشن عشان ياخد تو شوتس. هو لو كان بصاها كان كابتن كان حكم المباراه كان هيديله فاول عادي. فالنهارده يوسف شوشه خرج اهو كمان، يوسف شوشه زي ما قلت لحضرتك استعان بيه او خرجه كوتش هنريك وبينزل مكانه رامي ابراهيم. وادي الفري ثرو الاول ليه والتر هوج ينجح في التسجيل، وايضا اجرى بيبو تغيير مكان انس اسامه. الحمد لله سليم والحمد لله جت سليمه، قدر يشارك. اعتقد ان خطوره بيبو اخطر من انس اسامه في هذه المباراه، تحت الباسكت في الريباوند وفي الـ وفي الـ وفي الهجوم. بيبو الفري ثرو الثاني ينجح في تسجيله. والتر هوج، ايهاب امين يعود مره ثانيه، نشوف مكان مين. هل هيكون والتر هوج استغله انه يريح شويه؟ فعلا مكان والتر هوج. هنا مين هيمسك الملعب يا كابتن؟ ايهاب امين، هنا ايهاب امين هو الاقرب في انه يقود الملعب في البوينت جارد. سبيد دريبل وهنا فاول على رامي ابراهيم. بيتهيألي تو شوتس يا كابتن، بيتهيألي الاتحاد يعني يعني عمل 4 فاول كده بيتهيألي. اعتقد ان هو هيبقى تو شوتس فعلا. ابو النصر وادي هنا الاعاده مره ثانيه. فاول صحيح. فاول موجود. مد ايده برضه خبره من رامي ابراهيم انه يعمل يعني فاول في نص الملعب عشان يوقفه طبعًا. بس طبعا النهارده زي ما قلت لك تو شوتس هو فعلاً. لان هو بالعين المجرده كده في 4 فاول الاتحاد عمل. ده حقيقي. مهمين التو شوتس دول يا ايهاب عشان نرجع في المباراه بشكل ما نخليش الفرق يوسع عن كده. برافو يعني. ينجح ايهاب في تسجيل الفري ثرو الاول، ده الفرق الى الباسكت. نقطتين لصالح نادي الاتحاد. دقيقتين 25 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. يتبقى كوارتر اخير في نهايه المباراه. فري ثرو اخير لايهاب ينجح في تسجيل، وده يعني الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي الاتحاد. ميدو طه يبدا الهجمه عن طريقه. نادي الاتحاد يسلم لبيبو، يتولى رقابته احمد اسماعيل، يدور على ميدو طه، ياخد الهاند اوف منه وسكرين، يعدي ميدو طه بنتريشن، يحاول يهوش ويعدي يسلم لبيبو، بيبو يقلب الملعب لكندل، كندل على 3 بوينت نسبته ضعيفه ويروح على طول مروان سرحان يلم الريباوند، يسلم لابو النصر، يهدى ابو النصر ويبدا الهجمه من اول وجديد. الهجمه اللي فاتت عملنا جود ديفنس الحقيقه، 5 لعيبه في الملعب مدافعين بشكل جيد جدا وخدنا الاستحواذ في النهايه. ايهاب امين يعمل الدرايف يسلم لاحمد اسماعيل. اسماعيل اخر 6 ثواني في زمن الهجمه، اسماعيل يروح لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول كندل، كندل ديفنسيف ريباوند ويعدي بالملعب، ولا فص بريك للفرقتين. الماتش مقفل جامد يا كابتن بدليل الدفاعات وفي تركيز عالي جدا في الدفاعات. وادي رامي ابراهيم بالباور لاب ينجح في تسجيل نقطتين. في غياب دفاعي يمكن يعني في سكرينه حصلت، رامي ابراهيم استلم تحته حط. احنا الفكره كلها يا كابتن انه يعني المباراه فيها خبرات كبيره طبعا. المباراه فيها لعب تكتيكي على اعلى مستوى، فالغلطه يعني شايف يا كابتن الغلطه بتكلفك كتير. فاول مع ايهاب امين هيبقى شوطين. ياسر صالح يرتكب الفاول الثاني ليه، وتو شوتس لصالح ايهاب امين زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم،
واعتقد ان في تغيير هيجرى دلوقتي. مفيش لعبه يا كابتن يعني الاتحاد فقد تركيزه اتكلف رميتين لإيهاب امين، الناحيه الثانيه فقدنا تركيزنا رامي ابراهيم باسكت، فاذا مفيش ثانيه تفقد تركيزك، دفاع ولا هجوم، مباراه قويه، مباراه فيه اثنين مديرين فنيين على اعلى مستوى، ما بقولش في مصر انا هقول في افريقيا كمان، رميتين لإيهاب امين يا كابتن. وعمر طارق ينزل دلوقتي مكان احمد اسماعيل، وادي إيهاب امين على الفريشو الاول، يمكن دي اجابه على سؤالك يا كابتن لما انت قلت يمكن عمر طارق هيشارك، عمر طارق شارك اهو، لازم هيشارك وشارك طبعاً في اخر كوارتر الثاني عشان هو تقدر تقول في التوقيت ده ان هو اخر دقيقه و18 ثانيه بيبتدي يجهزه عمر طارق عشان الكوارتر الرابع لما يحتاج. صحيح إيهاب امين تو فري ثرو ينجح في تسجيلهم او رميتين حرتين ينجح في تسجيلهم، يبدا الهجمه دول لعد ارض الملعب مره ثانيه، عنده فاول وحيد رامي ابراهيم، ياسر صالح من الهاند اوف يسلم لبيبو، هاندوف مع ميدو طه، ميدو حاول يعمل بيك اند رول لكن يتولى رقبته على طول بدون سويتشات، ابو النصر يعمل الدرايف، وادي في فاول على عمر طارق الثالث على عمر طارق. يعني انا شايف انه كان عمر اتسرع شويه في مد ايده، كان ممكن يسيب ميدو طه يوصل للحلقه، خاصه ان هو بص هو كان سابه كان سابه مفيش مشكله، خاصه الناحيه الثانيه كمان عامل له الهلب مروان سرحان، خاصه ان الفاول عنده غالي يعني فاول لعمر طارق مش هنقدر نعوضه، انما الباسكت نقدر نعوضه، وانا شايف دولا كمان تم الدفع بيه برغم ان هو 4 فاول يا كابتن، بيتهيألي دفع بيه بدري شويه، ممكن شوية فاول ممكن فاول يخسر جهوده لاخر المباراه. ميدو طه الفريشرو الاول ناجح والفريشرو الثاني ايضا ناجح، وسع الفارق الى 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد 54-51. مؤمن خيري هو اللي يمسك الملعب دلوقتي، مؤمن ياخد سكرين يسلم لعمر طارق الانسايد تحت الباسكت راح وصل لكن ما بيجحش في التسجيل، يحاول تاني عمر طارق باك لاب لكن هنا تيرن اوفر ووكن على عمر طارق، خلينا نشوفها في الاعاده يمكن الرجلين كانت مش باينه. صحيح انا شايف انه قرار صحيح جدا ويمكن كمان كانت في الاولى كمان في دولا يسلم لرامي ابراهيم في البيك اند رول، سبيس فاتح النادي للاتحاد فاتح سبيس عشان يقدر يخلق الاوبشن لكل مروان سرحان بيدافع على دولا دخله وادي دولا طارق قصيره لكن ما بينجحش في التسجيل، خامس الخامس لسه بنقول يا كابتن نزله بدري غلطه كبيره، الخامس على دولا وهيخرج لسه بقول لك يا كابتن احمد قلت لك هو نزله بدري شويه جدا. انت لما واحد يبقى عامل 4 فاول نزله اخر 3 4 دقايق، انما النهارده شفت بقول لك يا كابتن انت يعني دي غلطه ما تلومش فيها حكم، هو عمل فاول طبعا لا ولكن طبعاً انت النهارده لعيب مهم عندك بيعمل 4 فاول تنزله اخر 3 على الناحيه الثانيه لو خد بالنا يا كابتن هيثم هتلاقي والتر هودج 4 فاول ابتدى يخرجوا السنيرو جوسي عشان لازم في وقت مهم في جدا طبعا المهمه طبعاً. وقدر النهارده ان هو في الكوارتر الثالث او الدقائق الثواني المتبقيه من الكوارتر الثالث ان هو يمسك يخلي الملعب باثنين مروان عفوا مؤمن طارق خيري ومعاه إيهاب امين واحد خبره واحد شباب يقدر يمسك الملعب. صحيح فري ثرو اول ناجح طبعاً. ليه مروان سرحان برافو شوف الفري ثرو الثاني كوتش اوجوستي ونظره الى احداث المباراه غير ناجح لمروان سرحان ياسر صالح ديفنسيف ريباوند اخر 20 ثانيه في زمن الكوارتر الثالث اخر 20 ثانيه النهارده ميدو طه اللي ماسك الملعب ميدو طه بيك اند رول مع بيبو لكن بلوك ولا ووك لسه ووك الاول بس اتاخرت الصفاره سنه كده اتاخرت لإيهاب امين شاور الحكم حوالي ثانيتين ثانيه بص يعني بيبو وهو بيستلم الكره من اول ما استلم بس إيهاب امين شاور للحكم ده اللي خلى الحكم بس جود يعني كويس مش يعني الصفاره جت متاخره 10 ثواني ابو النصر كيك اوت لمروان هتفتح معاك يا مروان لا والله ما جاتش ويلم على طول يوسف شحاته وتاتي معاها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم نادي الاتحاد بس على كان المفروض اللي يخلص الكره دي يا كابتن مش مروان يعني الكره اللي في الاخر دي كان لازم يخلصها جارد من الجاردات يعني مؤمن موجود في الملعب عنده نسبه عاليه إيهاب امين يعني قصدي اقول بس مفيش مشكله من حقه ياخد شوطه لان هو عنده نسبه عامه هنروح لفاصل دلوقتي سريع ونرجع لحضراتكم في بدايه احداث الكوارتر الرابع رجعنا تاني اعزائي المشاهدين واحداث الكوارتر الرابع والحيازه التبادليه لصالح نادي الاتحاد والبدايه عند دولا او عند ميدو طه ياسر صالح بيبو يوسف شحاته ميدو طه مره ثانيه هاند اوف مع بيبو يسلم ليوسف يوسف على 3 بوينت شوت لكن لا يسجل والفولو روعه بصراحه روعه من ميدو طه ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر
الرابع. هنا الموفمنت اللي بيعمله الاتحاد السكندري في الهجوم بيخلي دفاعات النادي الاهلي متخلخله، فسهل جدا يقدر ياخد سكند شوت بعد اي محاوله. والتر هودج يعود مره ثانيه الملعب وثري بوينت، لكن ما بيجيش على طول. ديفنسيف ريباوند عند ميدو طه. اقول لحضراتكم على طول تشكيل النادي الاهلي او الستارت لاين اب في الكوارتر الرابع، الاهلي والاتحاد. وادي ميدو طه بنتريشن، لكن مروان سرحان دفاع اكتر من رائع ويلم ديفنسيف ريباوند، يسلم ليه مؤمن خير. مؤمن يدور على مين؟ يدور على هودج. هودج ياخد سكرين يقلب الملعب لابو النصر. ابو النصر الثلاثي طبعا يا ولد يا ولد. ابو النصر ابو النصر في تسجيل. حلو النقاط. حلو حلو حلو. الفارق الى 56 للاتحاد 55 الاهلي، نقطه واحده هي الفارق في بدايه احداث عمر الكوارتر الرابع. احنا في الكوارتر الثالث والرابع افضل في الثلاثه بونت من اي من الشوط الاول والثاني. وادي فاول على ابو النصر، فاول الثالث على ابو النصر. والاوت سايد لصالح نادي الاتحاد. خماس النادي الاهلي مؤمن خيري ابو النصر مروان سرحان، اللي انا شايفه النهارده بصراحه من بدايه منزوله هو مفاجاه، وعمر طارق. مروان سرحان في ميزه كويسه جدا بالرغم ان تم الدفع بيه مؤخر يعني متاخر في الشوط الثالث، ولكن نازل كانه شارك قبل كده. الهجمه النادي الاتحاد عند اوف مع بيبو، لسه الكره مع بيبو. بص والتر بيدافع ازاي، والتر بيدافع قوي جدا على ميدو طه. ياسر صالح معاه ابو النصر، يسلم ليوسف شحاته سكرين اول عدى، لكن هنا فعلا اوفنسيف فاول على رامي ابراهيم وخطا شخصي، والخطا الشخصي الثاني على رامي هنا ابراهيم. هنا انا عايز اشيد يا كابتن احمد بعد اذنك بابو النصر. ابو النصر حط كره 3 بونت، نجح ياخد اوفنسيف فاول في الدفاع. النهارده ابو النصر بيدي لفرقته 5 بونت او 7 بونت، انت لو نجحت تحطها دي النهارده يبقى انت حطيت 5 بونت وفي 2 بونت كان المفروض يجوا فيك، اديت لفرقتك 7 بونت. انا عايز اقول لك على حاجه، ابو النصر واحد من اللعيبه اللي يعني شغله هو اللي بيتكلم عنه اكتر ما بيتكلم. راجل مستواه ثابت بقاله اكتر من سنتين ثلاثه، دفاعيا ملتزم جدا، هجوميا ايضا ملتزم جدا، بيلعب السهل. وادي كره هي تحت الباسكت ليه. هنا بقى نشوف ايه اللي حصل بقى، في قرارين متضاربين، في قرار فاول على رامي ابراهيم وفي قرار ووكن على عمر طارق. يا ترى ايه؟ بس بيتهيألي عمر طارق ما لحقش يمسك الكوره عشان يعمل ووكن، لكن هنا في صفرت فاول. خلاص صفرت فاول، نحسب الفاول. وادي فاول السنيور والتعليمات. مؤمن خيري هيطلع الاوت. والتر هوج معايا ياسر صالح، والتر درايف، ياسر يقطع تطلع كرة اوتسايد. اخر 11 ثانية في زمن الهجمة، 8 دقايق. والتر هوج عامل ازعاج لدفاعات النادي الاتحاد، عامل ازعاج يعني القليل هم ماسكين والتر هوج. اوتسايد للنادي الاهلي. مروان سرحان لابو النصر لوالتر. والتر يلا يا والتر، يلا يا والتر، معلش معلش. مروان سرحان يحاول معاها، لكن رامي ابراهيم كان الاسرع. ميدو طه يعدي بالملعب على طول، يتولى كابته ابو النصر. لسه ابو النصر يعمل السويتش، يسلم لبيبو. بيبو هاند اوف مع ميدو طه مره ثانيه، ماسكه دلوقتي اللي بيقود الهجوم ميدو طه. مروان سرحان ميدو طه اللي بيقود الهجوم بشكل كبير. كيك اوت لياسر صالح على 3 بوينت، لكن ما بينجحش في التسجيل. مروان سرحان، وهنا كره الاتحاد. كره الاتحاد، لا دي كره الاهلي. لا ما جون بول، جون بول كره الاهلي. هذا الدور على الاهلي. هو عايز فاول مروان سرحان، هو عايز فاول. بص يا كابتن كده، بص لا جامبو 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 لا ده جامبو جود جادج بصراحه. لازم نشيد بحكامنا النهارده بصراحه يعني. بس خلي بالك هو اللي المفروض يصفرها الحكم اللي في اللي قصاد الكوره، بس هي ليها ليها ترتيبه كده معينه في التحكيم يعني. بص هاي الحاجات الديزاين، الراجل اللي على 45 هو اللي بيحسب. عامه نرجع للمباراه مره ثانيه. والتر هوج كروس اوفر يطلع لمؤمن خيري. مؤمن على 3 بوينت. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مؤمن، مهمه في توقيت قاتل الحقيقه، قاتل جدا. ثلاث محاولات النادي الاهلي في الكوارتر الرابع ينجح في تسجيل محاولتين 3 بوينت من اصل ثلاث محاولات. مؤمن خيري ينجح في تسجيل 3 بوينت. هنا ايه اللي حصل؟ هنا في فاول، الفاول اعتقد ده على ابو النصر، هيتم سحبه ابو النصر حالا. ثلاثه فاول يا كابتن ولا اربعه؟ فاول بس لا هيتقل عليه شويه كده، عارف ليه؟ لانه خلاص احنا في الكوارتر الثالث ووقت الحسم. لا هو هيصبر عليه. هنشوف. فاول مديله مديله كابتن مروان فتيحه بصراحه. فاول شوفوا يعني هو حماس زايد من ابو النصر، مديله عشان يقطع الكوره، وكمان ابو النصر مسك المحترف. انا اسامه رجع دلوقتي. ابو النصر اسامه نزل الملعب مره ثانيه. كندر لميدو طه، ميدو ياخد سكرين من انس اسامه، ميديم شوت لكن ما بيرجعش التسجيل. مروان سرحان هاي النهارده في الدفاعات وفي الريباوند. يا ولد يا دي والتر 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 يا ولد يا ولد يا ولد، خد حته كروس اوفر. يا ولد يا ولد يا ولد، عيدها لي من اولها وحطها لي كده. بلاي اوف ذا داي، دي
بلاي اوف ذا دي. الله ينور عليك يا كابتن، ان شاء الله يعني تكمل نعيدها لنا كده مخرجنا ونشوفها من الاول يا كابتن هيثم، ونستمتع بواحده من افضل الالعاب حتى هذه اللحظات في المباراه. بص يا كابتن، احنا قلنا حتى في الاستوديو التحليلي ما بين الشوطين لو النادي الاهلي استعاد نسبته الطبيعيه مش الاكتر من الطبيعيه في 3 بونت النهارده النادي الاهلي هيفرق كتير. نبدا الهجمه من اولها، ادي ميدو طه يشوط لكن مروان سرحان من اعلى نقطه في وسط غابه من الطوال ينجح انه يلم الريباوند يسلم لوالتر هوج. نبدا بقى ونتفرج ونستمتع على بلاي اوف ذا داي دلوقتي. والتر وادي البتوين الروعه، وادي الاستوبن، وادي الشوطه، وادي الثلاث نقاط اللي نجح في تسجيلهم. بتوين بكروس اوفر كده حلو حلو حلو. وعايز اقول لك يا كابتن برضو النهارده الهجمه من اولها لو تعدوها لنا ثاني يا جماعه، الاوتلت اللي طلع من مروان سرحان طلع بسرعه والتر هوج واقف له. ايوه الله ينور عليكم. بص لا الكره لا لا لا. دي كره ايهاب امين. يعني ايهاب امين بيحب الترقيص يعني يحب دايما يرقص كده في الباسكت وبتاع، لعيب مهاري. النهارده والتر هوج نجم اللقاء الاوحد دفاعا وهجوما. النهارده والتر هوج بيقول انا هنا انا يعني استاهل ان انا اكون يعني المحترف المميز في تاريخ كره السله. الحقيقه ثلاثيه جعلت التقدم اهلاوي بفارق 5 نقاط 61-56 لصالح النادي الاهلي. والتر هوج، ايهاب ابو النصر، مروان سرحان، عمر طارق، مؤمن خيري، خماسي النادي الاهلي، اما خماسي نادي الاتحاد انس اسامه، فوده، و هنشوف ميدو طه وبيبو ويوسف شحاته. كندل موجود عفوا. ده رامي ابراهيم اللي نزل، وادي درايف من انس اسامه يسلم على طول ابو النصر يعدي قبل الثمان ثواني، يتولى رقبته كندل. كندل ديكس هاند اوف معاه والتر هوج. والتر بسكرين، والتر عدى، والتر درايف، والتر هيروح. ولد يا ولد يا ولد، والتر في تسجيل 2 بوينت على طول. لا 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 لا. والتر توداي اون ذا فاير. والتر هوج توداي النهارده والتر بينتزع الاهات، اهات الجماهير الحقيقه النهارده، عامل جيم كبير جدا. كندل لسه، كندل تم اغلاق كندل و لا والله لسه، لكن هنا نجح في تسجيل نقطتين. كان محتاج كمان يعني عمر طارق يقابله اكتر، يعني يقابله بدري او شويه، لكن مش مشكله. يمكن عمر قلقان من الفاول، ممكن برضه عشان هو 3 فاول عمر طارق عشان كده هو البلوك مفيش مشكله، انما هي الفكره يعني مد الايدين والتحرك برجلين هو الاكتر بيبقى فيه. والتر هوج يبدا الهجمه للنادي الاهلي. والتر لابو النصر درايف بالميد الروعه، راح ابو النصر سجل ابو النصر. وان مور وان مور وان مور اند وان لصالح محمد ابو النصر. لسه بقول لحضرتك كابتن هيثم، واحد من اللعيبه المهمين جدا في النادي الاهلي، الرجال جدا وفي نفس الوقت بيخلي شغله هو اللي اتحدث عنه. محمد ابو النصر ثبات مستوى اكتر من رائع، في 10 بونت كده 10 بونت 10 بونت يعني محتاجين بقى. بس خلي بالك مع فرقه الاتحاد 10 بونت ولا حاجه، فرق الى 9 نقاط او 9 نقاط دلوقتي. 9 نقاط 9 نقاط معلش، هي الفكره ولا لا لا. ولا حاجه مع فرقه الاتحاد ولا حاجه، لسه بدري. فريق الاتحاد فريق كبير ويقدر يعمل كامباك في اي لحظه. وادي فوده اللي شاط 3 بوينت. لسه بنقول لسه بنقول لسه بنقول فريق الاتحاد لا تأمن الا في اللحظه الاخيره، لا تستسهل الفوز الا في اللحظه الاخيره. مؤمن خير ياخد سكرين من عمر طارق يسلم لوالتر. كل اللعبه هيبقى على والتر دلوقتي، لازم اللعيبه تخلق نفسها اوبشن وتساعده. والتر هوج والتر هوج والتر هوج، لكن ما بينجحش في التسجيل. فود على طول يلم ديفنسيف ريباوند ويسلم على طول لكندل. كندل يبدا الهجمه، ياخد سكرين من رامي ابراهيم، لازم يساعد التركيز تاني. كندل يتولى رقبته مروان سرحان، تروح في الميس ماتش رامي ابراهيم والتر هوج ويروح، لكن هنا الكره عند مين؟ الكره لسه بتدخل وتخرج كده وتروح ليه؟ بس هي ما لمستش الحلقه يا كابتن شطاب. لا لا ما لمستش الحلقه، انا ما اعرفش هم جددوا بناء على ايه. وادي رامي ابراهيم ينجح في تسجيل 2 بوينت. ما لمستش الحلقه لما رامي ابراهيم خد التراي اتجددت ل 24 ثانيه. 61-65 ده الفارق من 9 نقاط الى 4 نقاط. فرقه كبيره الاتحاد، لازم تبقى كل كوره ما تفقدش تركيزها، كوره تفرح قبل ما نهايه المباراه. لسه بدري لسه بدري. ابو النصر لمروان سرحان، مؤمن خيري على 3 بوينت في الاوبن شوت لكن ما بيجيش في التسجيل. وادي فولو من ما عمر طارق، لكن هنا في فاول، في فاول هنا على رامي ابراهيم ولا انس اسامه، ده اللي هنشوفه. بس يمكن مستر اجوستي كان محتاج الفولو ده، كان محتاج الريباوند ده، محتاج لانه سهل. انت النهارده هتاخد فاول هتشوط رميتين ممكن تجيبهم ممكن ما تجيبهمش. النهارده لو كنت حطيت دي كان هتريحك وتبقى 6 بونت تاني، بس ما فيش مشكله. هو ده الباسكت بول، كره رايحه كره جايه، لعبه المايكرو سكند الباسكت بول. في فاول على نادي الاتحاد، اعتقد الفاول على رامي ابراهيم، ده الفاول الشخص الثالث، اما لو على انس اسامه يبقى الثاني. والتر هوج خرج لاراحته، دقيقه و2 وهتلاقيه في الملعب ثاني. اوتسايد لصالح النادي الاهلي،
بس عايز اقول حاجه يا كابتن، دلوقتي مؤمن بيلعب واحد، على فكره مؤمن لاعب في الناشئين كتير جدا مركز واحد. نزل مكان والتر هودج عمرو زهران. ابو النصر درايف، ابو النصر راح لكن بلوك والاروع من انس اسامه. اخر ست ثواني في زمن الهجمه، بيقول له هنلعب ثلاثه هيتغير ولا تايم اوت. تايم اوت يطلبه السنيور اوجوستي. محتاج الباسكت ده يا كابتن، ده دليلك ان هو كان متضايق ليه ان الكره بتاعت عمر طارق ما دخلتش جدا كده، لانه عايز ما يقلش عن 4 بونت الفرق. كده تبقى الكابتن او السنيور اوجوستي 2 تايم اوت. تمام، بس هو كده 3 بونت يا كابتن، كده الجيم رجع تاني في الملعب. ما يعني احنا زي ما قلنا وحذرنا لما كان السكور 9 بونت، قلنا فريق الاتحاد فريق كبير يقدر يعمل الكامباك. لسه ما كان خلصش الجمله، كان ميدو طه او مصطفى عصام فوده كان شايط من البيز لاين 3 بوينت، قدر يقلل بيها الفرق مره تانية. دي دايما سمات، انا دايما بقول في تعليقي دايما مع في قناه الاهلي ان بقول ده واحده من كلاسيكو كره السله المصريه ما بين الاهلي والاتحاد، وده مش بكلامي ده بالارقام وبالاحصائيات. اخر من 3 لـ4 سنين النهايات دائما وابدا هتلاقيها 99% ما بين الاهلي والاتحاد على كافه البطولات. احنا بقى كابتن مستنيين التايم اوت يخلص عشان نشوف مستر اجوستي بوش ادى تعليماته في التايم اوت ازاي. اكيد مدي تايم اوت عشان يحط باسكت. هل هينجح النادي الاهلي هنا في الست ثواني المتبقيه بالتكتيك اللي هيديلهم مستر اجوستي في التايم اوت يحط باسكت ولا مش؟ طب هيبقى شكل الهجمه، انهاء الهجمه ازاي؟ هل هيبقى على 3 بوينت ولا انسايد؟ اتصور ان هو يلعب انسايد، خاصه ان انت نسبتك في 3 بونت النهارده. انا من خلال ولكن مستر اجوستي ما قدرش يتوقع. ما بالظبط انا لسه كنت اقول لك، يعني انا متهيألي ان مستر اجوستي هيبدا البلاي بتاعته وهيديك فيها 2 اوبشن او 3 اوبشن، اوبشن في البيز لاين على الشوطه، او اوبشن درايف مثلا ويكمل وراه عمر طارق، او يعلق له الكوره زي عمرو الجندي واللعبه بتاعتهم الشهيره. ده اللي هنشوفه دلوقتي. انا هتروح لعمر طارق. هبص بيبص على عمر طارق. ادي اوبشن الكابتن، هتخلص انسايد. ادي اوبشن، وادي هنا اوفنسيف فاول على عمر طارق. انا بقول لك هتخلص انسايد يا كابتن، فاول على عمر طارق ولا عمر طارق الفاول الرابع. بس يا كابتن لا، انا شايف ان عمر طارق بيتزق، هو بيحاول ياخد مساحه، هو مش قادر ياخد مساحته عشان يلعب. لا الكره دي محتاج تتعاد، لانه انا حقيقة حاسس ان هي مش اوفنسيف فاول، لان عمر بيحاول ياخد مساحته. طب هل خلاص الصفاره طلعت خلاص؟ لا لا، انا بتكلم ان هنا كوتش اوجوسي او السنيور اوجوسي هيسحبه. طبعا لازم 4 فاول. 4 فاول تهيألي لازم يتسحب في كره او اثنين. هيبقى احمد اسماعيل هو البديل اللي جاهز ليه، لكن ممكن يتركه كوتش اوجوستي، وده اللي هنشوفه دلوقتي. مصطفى عصام فوده خلاص فاضل 4 دقايق ونص، اتصور انه ممكن يسحبه وينزل احمد اسماعيل. الملعب توقف تاني، حاجه في اللوحه مره تانية. مستأنف تاني الموضوع، مستأنف تاني اللقاء. أنس أسامة يسلم لفودة، فودة 1-1 ياخد البيك من على طول ويعلق لأنس. أنس في لكن ما بينجحش في التسجيل على طول. مروان سرحان يسلم لمؤمن خيري، ده الفارق إلى 3 نقاط لصالح النادي الأهلي. 4 دقايق 15 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث أو الرابع عفوا. فاول على وادي فاول على رامي إبراهيم. لا مش فاول، مش فاول، مش فاول. بس كنت شايفه فاول ولا راح على الترابيزه؟ لا لا الساعة. مش فاول لسه، بس اصل شفت الرياكشن بتاع رامي ابراهيم حسيت ان هو ان في فاول على رامي ابراهيم، ولكن هو الساعه توقفت مره ثالثه. مره ثالثه فعلا. اوتسايد اهلاوي، فاضل 15 ثانيه على 24 ثانيه. الاهلي لازم يلعب يعني بسرعه، لانه فقد هو 9 ثواني من الهجمه في الفتره اللي فاتت. واربع دقايق و15 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. والتر كل ده بره، خلي بالك يا كابتن. والتر والتر انا اتوقع انه اول ما يبقى دقيقتين بالظبط هتبص تلاقيه نزل. 3 دقايق و2 دقيقة هينزل. هو كابتن مستر اجوستي عايز ثواني زيادة في الهجمة. نبدا الهجمه. ابو النصر 3 بوينت ابو النصر، لكن ما بينجحش في التسجيل. انس اسامه من اعلى نقطه يلم، لكن هنا في ايه؟ هل هو على فاول حسب على مروان سرحان ولا مروان سرحان؟ صفروا على مروان بتهيألي، اعتقد انه على مروان سرحان. فاول اول على مروان سرحان، وتوتال فاولات على النادي الاهلي 3. دي الهجمه الثالثه او الرابعه نفشل في التسجيل، مهم جدا كنا نسجل في الفتره دي. والتر هودج كده ما كملش، لازم كده لازم انت ماكينه التهديف بتاعك اتعطلت شويه، خاصه وانت ليد دلوقتي عشان تبقى الاعصاب مستريحه اكتر. وانا شايف برضو ان هاب امين ممكن يتم الدفع بيه في اخر 2 3 عشان هو عمرو الجندي.
عمرو الجندي وهاب امين. عمرو الجندي وهاب امين ممكن بس مروان ماشي كويس. مروان سرحان مروان ماشي كويس طبعا. كربعايا كربعايا وكان النهارده في الريباوند هو المتولي الريباوند كويس جدا في ظل وجود عمر طارق. اعتقد ان عمر طارق ممكن يبقى بديله القادم احمد اسماعيل ان لم تكن هتلعب زي ما انت قلت اربعه قصيرين واحد طويل فهتبقى مروان سرحان هو اللي تحت وهيبقى بس هو والتر هوتش وايهاب امين وعمر الجندي ومؤمن خيري او عمر زهران وهيبقى معاهم مروان سرحان. بس هنا عمر طارق انا اتصور انه هيسيبه الفتره دي مستر اجوستي عشان خلاص هو لو لبس الفاول الاولى الاخير او الخامس هيبقى برضو احمد اسماعيل هياخد 3 دقايق يعني دي برضو متسبله او تقدير احمد اسماعيل فاولين حتى هذه اللحظات برضو عنده نوع من الامان والطمانينه ان هو ينزل ويقدر يلعب ويعوض. بس هنا في الوقت ده انت محتاج خبرات محتاج استابيليتي في الاداء محتاج الفايق في الماتش كل دي حسابات المدربين وضعها كل ده انا في رايي طبعا هيتحدد كل ده في هل هيستمر عمر طارق في عدم في ان هو بيفضل 4 فاول ولا هياخد الفاول الخامس ده اللي هنشوفه دلوقتي. محتاجين عمرو زهران برضه يتوفق في الدفاع على المحترف الاتحاد السكندري لان هو بيخلص دايما في التوقيت ده. مصطفى عصام فوده يوسف شحاته وادي كندل معاه عمرو زهران عايز يخلص عدى كندل ميديم شوت كندل لا يسجل على طول عمر طارق يلم رباوند على طول ويسلم لوالتر هوتش. والتر هوتش يبدا الهجمه بيشاور على التيشيرت الاهلي دي خطه جديده هاي سكرين هيتلعب هاي سكرين وسكرين تاني ويعلق وادي مؤمن خيري 3 بوينت مؤمن يا ولد يا مؤمن يا ولد يا مؤمن 3 بوينت ولا اروع يا ولد خمس يا محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت في احداث الكوارتر ده نجح في تسجيل 4 محاولات يا ولد مؤمن خيري ينتفض ويعلنها تقدم النادي الاهلي بفارق 6 نقاط. كندل هاند اوف مع انس اسامه يعمل الدرايف يروح لكن الستيل ولا اروع من والتر هوتش. والتر راح والتر وصل والتر ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هنا كان يعني يمكن البلوك اللي اتعمل والتر هوتش خد الكوره اول ذا واي هو اللي راح عشان ياخد الوان مور يعني هايل. النادي الاهلي مركز في الدفاع وهو ده الاساس يا كابتن لو ركزت في الدفاع انت هتقدر تروح تحط ايزي باسك. انس اسامه على الميديا بشوت ما بينجحش في التسجيل ديفنسيف ريباوند على طول ولا اروع من والتر هوتش. والتر يعدي والتر يهدم ملعب والتر يبدا الهجمه مره ثانيه لسه 3 دقايق كتير جدا في عالم كره السله. والتر مع كندل والتر عدى بس هاي سكرين عدى وادي الفاول اللي كان على كندل. كندل الخطا الشخصي الثالث بس النهارده والتر بيلعب جيم بذكاء كبير قوي هو رايح ياخد الفاول عشان ياخد تو شوتس. خلي بالك يا كابتن هي فاول من الاولانيه الحكم ادى فرصه ثانيه والفاول والتر هوتش بيدفع الجهاز الفني او مدير فني نادي الاتحاد ياخد تايم اوت عشان يوقف الزحف الاهلاوي لان التو شوتس دول بنسبه كبيره والتر يعني ان شاء الله يجيبهم ان شاء الله يجيبهم هتبقى فرق حوالي 10 نقاط يعني بتهيألي هنا مش هيبقى حوالي هيبقى فعلا 10 نقاط لو نجح في تسجيلهم والتر هوتش النتيجه دلوقتي 63 للاتحاد 71 الاهلي. تفتكر يا كابتن نادي الاتحاد السكندري هنا يعني انا اتوقع ان هياخدوا تعليمات بشكل مباشر بالضغط طول الملعب لازم هنا يجبر النادي الاهلي انه يغلط في كورتين تيرن اوفر عشان يسهل عليه المهمه. يعني النهارده لما نادي الاتحاد يقطع كورتين في نص ملعبك يبقى 4 بونت فانا هنشوف الفتره اللي جايه ضغط من الاتحاد السكندري بطول الملعب وكويس الحمد لله ان احنا عندنا والتر هوتش في الملعب في الوقت ده اكيد طبعا. وفي نفس الوقت ما قدموش كوتش هنريك ما قدموش غير حل ان هو الضغط لان هو تقريبا النهارده على غير عاده الاتحاد ان هو ما لعبش النهارده بضغوطات كتير جدا يعني كانت سمه نادي الاتحاد في بيضغط في الاول والثاني ضغط الثالث والرابع ما ضغطش هل النهارده هيحتاج ان هو يضغط في احداث الكوارتر الرابع خلي بالك يا كابتن بنسبه كبيره خلي بالك تفسيري الوحيد انه ما ضغطش انه كان عنده فاولات كتيره الضغط بيجيب فاولات خلي بالك وانت عارف الكلام اعلى ده. اعلى اعلى حد اللي احنا لو بصينا كده كوتش للناس اللي عندها فاولات هتلاقي كندل داكس 3 فاول يوسف شحات 3 فاول مصطفى عصام فوده وهيثم كمال وانس اسامه فاولات فاول واحد يوسف شوشه 3 فاول ومش متواجد بيبو فاول واحد ياسر صالح فاولين رامي ابراهيم 3 فاولات بعكس النادي الاهلي النادي الاهلي عنده فاولات كتير عمر طارق 4 فاول ابو النصر 4 فاول والتر هوتش 4 فاول عمرو زهران 2 فاول وممكن يرتكب فاول دلوقتي ما تعرفش لكن بص يا كابتن اهم واحد في الملعب لازم يتجنب الفاول الخامس دلوقتي في النادي الاهلي هو والتر هوتش. والتر هوتش النهارده دفاعا وهجوما ما شاء الله عليه يعني راكز فمش عايزين نخسره خاصه ان الدقيقتين دول بتوع الحسم بالظبط ولازم محتاجين خبرات وقياده في نفس الوقت. والتر هوتش على الفري ثرو الاول والتر مصطفى عصام فوده وميدو طه نزلوا ومعاهم يوسف شحاته ينجح والتر في تسجيل الفري ثرو الاول. انا شايف كوتش هندريك كوتش رودن
منزل يوسف شحاته، ميدو طه، مصطفى عصام، فوده، 3 بوينت جارد عشان يضغط يا كابتن، عشان يضغط ويستغل الثري بوينت بتاعته بونص. طبعا طبعا نجح والتر هودج في تسجيل فري ثرو الثاني ووسع الفارق الى 10 نقاط. مصطفى عصام فوده يسلم على طول لميدو طه، ميدو طه يتولى ركبته، مؤمن طارق خيري، وادي فاول على مؤمن طارق خيري، فاول اول على مؤمن طارق خيري. شوت الاتحاد 4 بتهيألي 4 فاول، ميدو طه راح على الفاول شوت، يبقى دي 4 فاول. يبقى كده الفرقتين اي فاول بتو شوتس. اخر دقيقتين ونص على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فري ثرو اول نجح لميدو طه. وفري ثرو تاني نجح لميدو طه، ينجح في تدريج الفارق الى 8 نقاط زي ما قلنا حضراتكم، زي ما قال كابتن هيثم الضغط في اخر دقيقتين ونص. مفيش حل تاني يا كابتن، لازم لا يوجد لدي حل اخر. والتر هوج، والتر لمؤمن خيري، مؤمن والهاند اوف ليه؟ لازم عمرو زهران، لازم تخلص في والتر هوج. عمرو لكن بيتعمل ستيل من ميدو طه، ميدو طه فص بريك 2 على 1، ميدو راح لكن هنا البلوك، لكن هنا حسن مظبوط، قرار صحيح، كاونت لصالح نادي الاتحاد عن طريق عمر طارق. هنا يا كابتن 2 تيرن اوفر. الحقيقه احنا محتاجين كل كوره، انا شايف ان اغلب الكوره او الهجمه لازم تكون في ايد والتر. يعني انا كلاعب مثلا في الملعب لازم ادور على والتر اديله، لان ده مش عيب، في اوقات بيبقى هيبقى مين فايق بديله الكوره، لازم والتر يعني الكوره تخلص في ايده او مؤمن طارق خيري. مؤمن خيري يبدا الهجمه، مؤمن ياخد السكرين، سكرين تاني سالم لوالتر هوج، والتر صحيح عدى والتر، عدى والتر، راح والتر كيك اوت لو عمرو زهران على 3 بوينت، لكن ما بيرجعش في التسجيل. اخر دقيقه و40 ثانيه وفص بريك سريع لميدو طه، ميدو لكن هنا في فاول بالكاونت وان مور على عمرو زهران. ورا بعض يا كابتن رجع فرقته للمباراه 6 بوينت، وادي رميه كمان اضافيه، يعني وارد يحط 7 بوينت، ميدو طه نجح يحطهم، وهو ده اللي قلت لحضرتك الضغط والفاست بريك، هو ما عندوش حل ثاني، ما عندوش حل ثاني فعلا. وادي ميدو طه ينجح في تسجيل 2 بوينت بالفص بريك اوت و 1-1 وتايم اوت لصالح الكوتش او السنيور اوجوستي جول بيبوش. رجعنا تاني للمربع رقم 0 والمباراه تاني في الملعب، ولكن انا شايف الحقيقه ان هو مش يعني تايم اوت في وقته، ومستر اوجوستي طلبه عشان يوقف التقدم الاتحاد او الكامباك بتاع الاتحاد. اللي انا شايفه النهارده ان مستر اوجوستي بوش محتاج يبقى في خطه في الاوفنس اخلص بيها، يعني مهم النهارده ان انت تخلص وما يعملوش عليا فاست بريك، دي اهم حاجه، لازم ما يجريش الاتحاد الاسكندريه عليا، وفي نفس الوقت انا باخد تكتيك في الاوفنس اقدر بيه اخلص. لازم كمان يعني في تركيز عالي في احداث الهجمه بتاعتنا، لان انت بقالنا 3 هجمات تقريبا بالظبط بالستة بونت اللي سجلهم ميدو طه متسرعين نوعا ما. لازم تبقى عامل في حساباتك ان هو نادي الاتحاد هيقابلك بديفنس قوي جدا، مش هيسمح لك بالمرور، مش هيسمح لك بالشوط، هيسمح لنفسه بالتغطية السريعة جدا، ده اللي انا متوقعه من نادي الاتحاد في الدقيقة والاربعين ثانية المتبقية. دلوقتي التعليمات اللي بيطلقها الكوتش هنريك هي الاستمرار على الديفنس والجري على الفص بريك. يمكن بقالنا 3 كوارتر او 4 كوارتر تقريبا ما شفناش فص بريك، لسه كنت بقول لحضرتك كابتن هيثم دلوقتي شفنا 3 فص بريك ورا بعض. ميدو طه اللي خلصهم بالوان مور، يعني يمكن من افضل الالعاب اللي ممكن نادي الاهلي يلجا ليها في الهجوم وهي الهاي سكرين بالظبط مع يعني والتر فتح هوج. الملعب كله ويطلع السنتر عمر طارق يعمل مع والتر هوج زي ما عشان يقدر هو يختار الاوبشن الصح بالزبط. انا شايف ان دي احسن لعبه ممكن تتلعب دلوقتي. هل هيعود دلوقتي عمرو الجندي وهاب امين للملعب مكان لا لو كان عايز ينزلهم كان نزلهم في التابع اوت بالظبط. نرجع تاني للمباراة، نفس خماسي النادي الأهلي ونفس خماسي نادي الاتحاد اند وان لي، بس عمرو الجندي في الملعب دلوقتي يا كابتن. عمرو الجندي عمرو الجندي نزل دلوقتي مكان مروان سرحان، هو عايز حد ليه حلول عايز في الهجوم، حد حلول هجومية هجومية، لأن دلوقتي مش بس الدفاع هو المهم قد ما أنت مهم كمان تحط باسكت. وادي ميدو طه دايس على اللاين نوت كاونت طبقا لإشارة كابتن محمود إبراهيم. على فكرة مستر أوجوستي اللي نبه الحكم، مستر أوجوستي اللي نبه الحكم لو عدنا الكرة دي هتلاقيه هو اللي بيقول للحكم دايس على اللاين. ضغط نادي الاتحاد، والتر هوج هو اللي هيمسك الملعب دلوقتي. بص الضغط انا اسامه، الضغط عن طريق انا اسامه، واحد اتنين. مؤمن خيري لوالتر هوج مره تانية، رجع بقى كندل هو اللي هيتولى رقبته دلوقتي. هاند اوف مع عمر طارق، ميديم شوت والتر، والتر يا ولد يا ولد يا ولد يا والتر نجم. والتر هوج نجم في تسجيل نقطتين، اعتقد ان هو قارب على ال 30 نقطه والتر هوج في احداث عمر هذه المباراه. ميدو طه، ميدو درايف يقف ويرتكز ويسلم لكندل، كندل في الكيك اوت
لميدو طه، ميدو يعمل درايف ويوصل ويروح لكن ما بيرجعش في التسجيل، يزق عمر طه حلو قوي هايل ابو النصر ويهدى على طول. مؤمن خيري، مؤمن خيري يسلم، لسه يسلم عمر طارق عمر الجندي. مهم الباسكت ده يا كابتن، بيتهيألي الباسكت ده لو جه هيصعب مهم في هيصعب مهم في حد جدا. وادي سكرين عمرو الجندي عمر طارق، مستغل المساحه. كمل. راح راح راح، لكن هنا في فاول، في اوفنسيف فاول، بقى هنا على عمر طارق، ولا عمرو الجندي؟ عمر طارق. هنشوفها دلوقتي، عمر طارق بيحجز المان وراه عشان ما يعملش هلب على عمرو الجندي. بص يا كابتن، لا في بوشنج على عمرو، لا لا يا كابتن، لا مفيش بوش يا كابتن، لا يا كابتن لا. خلينا نقول الحق، هنا 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 عمر طارق بيحاول يلف ولاعب الاتحاد حضنه، لا مفيش بوش، بس هو للاسف دايما عمر عشان هو الجسم الاكبر بيبقى دايما الحكام شايف ان هو اللي بيزق، لا الكره دي مش، لا اهو انا بقول هو اللي حضنه، هو اللي حضنه يا كابتن، مش عمر طارق، لا الحقيقه. لكن خلينا نقول ان عمر طارق خرج دلوقتي لارتكابه 5 أخطاء شخصيه، نزل مكانه مروان سرحان، مروان بلوك هايل، بلوك روعه، بلوك رائع من مروان سرحان، واحد من نجوم اللقاء هذا اليوم. اسمح لي يا كابتن، اسمح لي اختار اللعبه دي كمان بلاي اوف ذا جيم، لان البلوك ده يعني خلص المباراه زي ما بيقول. بلوك من مروان سرحان، لو حضرتك قلت ان والتر هودج واحد نجم مان اوف ذا ماتش، انا بقول لك حط معاه كمان مروان سرحان، مش بالبلوك ده بس، لا من بدايه منزول ما نزل من اخر الثالث. صحيح، لو نعيدها لنا تاني مخرجنا البلوك ده، لكن الكاميرا اللي من تحت الباسكت، يبقى هنشوف لعبه روعه. ياسر صالح في النزول، في تغيير في صفوف الاتحاد، لكن الفاول ده هيسحب تاني، هيسحب انس عشان يلعب تيتا بوم. خلاص ده الفاول اللي احنا عايزين، اللي بعديها بتاعت الهجمه بتاعت مروان سرحان الاتحاد. والتر هودج على الفري ثرو، ينجح في التسجيل، يوسع الفرق الى 7 نقاط. والتر على الفري ثرو الثاني، اخر 40 ثانيه من عمره واحداث الكوارت الرابع والمباراه، ينجح في التسجيل والتر هودج رجل المباراه بصراحه. وتايم اوت على طول، كوتش رودل يطلبه. بص يا كابتن، هو سحب انس اسامه ونزل 5 جردات، لان هو ما عندوش حل ثاني غير الثلاثات، عشان يقدر يقرب بيهم الفارق. بس انت هنا في النقطه دي، في الهجمه اللي هتفضل لك في الجيم او الهجمتين في ال 40 ثانيه دي، لو بيلعب ب5 جردات يبقى هنا ده وقت عمر طارق. بس اتصور ان ممكن يسحب مستر اجوست عمر طارق هنا عشان ينزل 5 جردات. عمر طارق خرج 5 فاول. عمر طارق خرج 5 فاول. مين السنتر اللي بيلعب دلوقتي؟ السنتر اللي بيلعب دلوقتي مروان سرحان. ممكن سرحان. بس بتهيألي مروان سرحان لا يسيبه. ليه يا كابتن؟ لا ما هو يسيبه كده كده. لان لا هو هنا الاتحاد هيلعب ب5 جردات. لو لعب ب5 جردات مفيش سنتر، برضه عمر سرحان يبقى في الملعب، لسبب لان عمر سرحان بيقدر يدافع على اللعيبه القصيره، مش هيبقى عنده مشكله. هو الوحيد اللي يقدر كمان بيلم رباوند عندك دلوقتي. النهارده والتر هودج حط 36 بونت. 36 بونت اللوحه، اشكركم يا جماعه. اعلى سكور، سيبوا لنا اللوحه دي شويه يا جماعه. 36 بونت والتر هودج. واعلى سكور في نادي الاتحاد 20 بونت ميدو طه. ميدو طه. النهارده شفنا اللوحه موضحه تماما، شكرا مخرجنا العزيز. 36 بونت هو سكور والتر هودج الحقيقه في هذه المباراه، في سكور الاكبر يمكن والتر حطه في مباراه الاتحاد على مدار تاريخه. ده حقيقي، يمكن المباراه اللي فاتت امام نادي الزمالك سجل 28 نقطه امام نادي الزمالك. 36 بونت في الاتحاد، لا النهارده ده بيقول لك ان انا موجود. مان اوف ذا ماتش. تفتكر كوتش ريدل هياخد الكره من نص ملعبه؟ انا بدا من نص ملعبه. 43 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع. يوسف شحاته، ميدو طه، مصطفى عصام فوده، ونشوف مين معاه. هل تم سحب انس اسامه وياسر صالح الموجودين؟ رجعهم تاني في ارض الملعب. هنا عشان يواجه يقدر يعمل الفولو والريباوند في السكند شوت. بس انا شايف لعيبه الاتحاد يعني عارف يعني خلاص بيبقى المهمه صعبه، بس مش هيقاسوا، هيلعبوا. لو جاب 3 بونت دلوقتي فات 5 بونت جيم في الملعب، موضوع برضه. ميدو طه يعمل الدرايف، ميدو يوصل ويسلم لانس اسامه، دنك لانس اسامه على طول، يضغط نادي الاتحاد، يسلم لوالتر هودج. والتر عدى، والتر بمنتهى الهدوء واخد الكره معاه عشان ياخد فاول، بعدى من وسط ثلاثه. عدى من وسط ثلاثه، وادي فاول على ميدو طه، والتو شوتس لصالح نادي. مهمين جدا يا عمرو دول، مهمين جدا عشان يبقى المباراه اكلينيكيا انتهت. 27 ثانية، 26 سنة ونص، 27 سنة تقريبا. لو التو شوتس دول جم يعني ان شاء الله بنسبة كبيرة نقول مبروك للنادي. تبقى فرق 8 نقاط لصالح نادي الاهلي. عمرو الجندي لا يسجل الأولى. الفري ثرو الأول ضائع من عمرو الجندي. التغيير الثاني. الفري ثرو الثاني. لا يسجل ايضا انس اسامه، ديفنسيف ريباوند، ما زال في الحديث حديث. ميدو طه، درايف ميدو والانسايد ميدو، راح لكن هنا في ايه؟
مش هيعلموه من خير بس عشان الناس تبقى عارفه الصفارة على مين، علموه من خير لكن صريح 100% يعني مش عارف. لا يعني مش عارف. انا بوجهة نظري في العادة هنشوفها تاني هنشوفها تاني. بلوك صريح يا كابتن، اسف بلوك صريح. لو اتعادل تاني هتلاقي في مسك ايد كمان. ميدو طه ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول، واحد من نجوم لقاء اللقاء اليوم. نادي الاتحاد عامل كامباك للمره الثانيه. ميدو طه 19 ثانيه، وادي الريباوند عند انس اسامه، راح انس، وصل انس لكن ابو النصر دايما في الميعاد، ابو النصر في الميعاد وفي المكان المناسب. والتر هوج على طول يطلع بالملعب، ما تسيبش الكوره خليها معاك، خد الفرق يروح في البيز لاين، ارجع خدها تاني صح كده، خلي الكوره معاك. والتر هوج لسه 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 والتر ميديم شوت، والتر شوت لكن لا يسجل على طول. ياسر صالح يلم الباوند وتاتي معها صفرة انتهاء احداث المباراه بفوز النادي الاهلي 77-71 في نهاية الدور الأول من المرحلة الترتيبية. اعتلي النادي الأهلي القمة بدون هزيمة في 7 مباريات. ألف مبروك للكوتش أو السنيور أوجوستي جولب بوش، 72 عفوا وليس 71، مبروك للنادي الأهلي على الفوز. شكرا كابتن هيثم على وجودك معانا النهاردة، ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. شكرا لكم، كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع. شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباراة قادمة. لكم جني جزيل الشكر، الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الأعزاء ألف مبروك، وإليكم الميكروفون.